الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب واودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالاحرف السبعه وكمال الشرعه وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو من كل ما يشترط ونصبه ايته الباقيه على امتداد الحقب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب بصداق لقوله المجيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه وأمره كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا وتعهده حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبي عن قومه ورسول عن أمته اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. وبعد، فقد كنا وما بالعهد من قدم مع محور التأويل علوم التأويل والتي نود تفريعها إن شاء الله وفق مادة مختصر الإتقان أو الإتقان إلى فروع ستة. الفرع الأول يتعلق بالمصطلحات الثلاثة، مصطلح التدبر والتفسير والتأويل، ثم ثانيها ما سمي بعلوم الغريب المتعلقة بمفردات الكتاب وشرحها، الثاني المتعلق بعلوم إعرابه أي ما يؤخذ من دلالة نظمه على مستوى الإعراب وفق قواعد النحو، ثالثها الوقوف عند أحوال النص الشريف في علاقة دلالته بالأحكام الشرعية، هذه الأحوال التي بدونها لا يمكن لمفسر أن يهتدي إلى الحكم ولا إلى جهته ولا أن يوفق في الحسب بأن هذا الحكم حكم أو حجة أو دليل، حكم شرعي، ولا أن هذه الآية حجته، ولا أنه مأخوذ من منطوقها أو من مفهومها أو أن هذا ناسخ أو منسوخ. لا بد له معرفة أحوال خاصة، هذه تتصل بعلوم ستة أو سبعة تسمى بعلوم ضبط أحوال النص في مقام الاستدلال، أحوال النص في مقام الاستدلال ومقام الاستنباط، وهذان عمليتان متقابلتان، فقد تستنبط الحكم من الدليل وقد تسوق الدليل للاستشهاد على الحكم، ولكن دائما الأصل هو الاستنباط. ثم أيضا فرع يتعلق بمناهج المفسرين وطبقاتهم بالإجمال من عهد الصحابة الأوائل إلى ما انتهى إليه التفسير في العصور المتأخرة. ثم نختم بالعلوم المتعلقة بالتفسير المسند المرفوع إلى رسول الله وما ألحق به وجعل في حكمه كتفسير الصحابة بشروط تأتي إن شاء الله تبارك. وقد مضى معنا من هذه الفروع ما يتعلق بغريب الكتاب مجملا، قلنا بأنه أفرد بالتصنيف وأن له فروع أخرى كفرع الوجوه والنظائر وفرع الأفراد، ونبهناكم على من ألف فيها وعلى أمثلة منها، وانتقلنا إلى علم الإعراب وقلنا بأن المفسر محتاج إلى هذا العلم لأن ثمرته فهم المعنى والوقوف على ضوابط نظم الكلم في اللغة التي تنزل بها الكتاب، هذا فاعل رتبته التقديم وهذا مفعول رتبته التأخير وقد يتقدم لسبب، هذه الأشياء لا بد منها. وسبق أن أيضا في هذا الباب أن المعرب يحتاج إلى أشياء، منها أولا ينبغي أن يفهم قبل أن يعرب، أصل في الفهم، لأن الإعراب فرع المعنى، فالذي لا يعرف لا يمكن أن يعرب. ثانيا أن يكون له إلمام واسع
بلغة الكتاب التي الإعراب أحد فروع اللغة منها، ولكنه لا يتيسر إلا بمعرفة القاعدة التي هي أصل للإعراب، وهي النحو والصرف وما إليه. ثالثا، لا بد من وقوفه عند صناعة الإعراب وضوابطها حتى لا يخرج عن حدها، فلكل فن صناعة عند أهله ومصطلحات يرعونها ومسائل لها أصولها في الفن وفي الصناعة. ورحم الله ابن جني الذي سمى كتابه سر صناعة الإعراب، هذه صناعة فن. ورابعها، ألا يكثر من الوجوه الضعيفة، ومطالب بالاستيفاء في مقام الإعراب، ولكن لا يكثر لمجرد التكثير، حتى يجيء بالوجوه التي هي مدفوعة ومشوشة على الفهم، فلا ينبغي أن يكثر بها. وهذا مما عيب على السمين في كتابه الدر المصون، يقول في هذه الآية أو في هذه الكلمة 19 إعرابا، فيسوق حتى لا يبقى للمستحضر المتابع أي تركيز، في حين تضيع المسائل الأولى التي نبه عليها بالنسبة. انتقلنا أو ننتقل إن شاء الله إلى الفرع الصغير الذي فيه فك أو تجلية الاصطلاحات الثلاث، وإن كان هذا كان حق ونقدم، ولكن وخرناه لأشياء نقصده. مصطلحات الثلاث التي تعني أقدم مصطلح في باب الفهم، فهم الكتاب، هو التدبر، وبه نزل الكتاب. لا نجد في القرآن فسر ولا أول، نجد تدبر. لماذا؟ لأن التدبر هو وسيلة الفهم، والتدبر إعمال الفكر أو النظر من خلال اللغة استبتداء للوقوف على أدبار الألفاظ، لفظ واجعة، لفظ وعاء، ما وراءه وما فيه وما يحمله، الحمولة دلالة حمولة، ما وراء اللفظ المعنى، وهذه المعاني قد تكون أكثر من معنى، وقد تتنامى المعاني إلى أن تصل إلى آخرها، والتي تسمى بالمعاني الأعمق التي تمثل الأدبار. أدبار الشيء آخره، والمراد به إعمال النظر إلى آخره في استخلاص المعاني من الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن عجيب حس اللغة في الكتاب أن القرآن حين يرشد العقل إلى أن يعمل نظرة في آيات الكون يطلق مصطلح النظر، أو لم ينظروا في ملكوت، ولا تجد يتدبروا أبدا. فحين ننتقل للآيات ذات الدلالة الخاصة، لآيات الكتاب المقروء النازل، يخصها بمعنى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فهذا من تميز على أن لهذا النظر شروط ولهذا النظر شروط، وإن كان كل منهما آية، هذه آية خلق وهذه آية أمر وقول، وهذه لها شروط في النظر وهذه لها شروط في الاعتبار، حتى إننا لا نجد انظر في القرآن، أعمل النظر نجد تدبر، وفي التدبر تمهل، تدبر بالصيغة تدل على التدرج، وتدل على لون من تأني، كأنك بصدد شيء لا بد أن تقف عنده، يقول ابن مسعود قفوا عند عجائبه، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، يريد الاستعجال، تأنى لكي تتجلى لك حقائق الآيات ومعانيها. فالتدبر إذن وهو أقدم مصطلح فيما يتعلق بكشف المعاني، يؤسس لهذا اللون من ألوان النظر التدبري في الكتاب. يجيء بعده مصطلح التفسير، ولا نجد فسر مع هذا الأصل، وقالوا فسر الشيء إذا كشفه، ولكن فسره إذا بالغ في كشفه، من علوم الفسر معناه صحيح. ومن تسمية ابن جني لبعض المباحث تحته كتاب الفسر، يتتبع فيه دقائق معاني متنبي في مشكلات إعرابه، اسمه كتاب الفسر،
لكن القرآن يريد تفسير، فسر. إذا بالغ في الكشف، حتى قال بعض العلماء معنى كلمة الفسر في مقلوبه، في مقلوبها قلب صفر، والصفر اسمه مصدر للإصفار، إصفار مصدر أصفر، واسمه مصدر منه الصفر، والصفر الإبانة والكشف والإيضاح. أصفر الصبح لدي عينين، أو أبان الصبح لدي عينين، منه قول صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فهو أعظم، معناه إما أن تطيلوا القراءة فيه، هذا أمر بإطالة الإقامة، وإما تأخيره لرعاية الضعاف، ولكن الأول أنسب، لأن صلاة الفجر قائمة على طول القيام، معناها فهذا الإسفار منه خروجا، للإسفار إليه دخولا، حتى يسفر تدخل إليه، وإنما ليكن خروجك منه بإسفار، هذه إشارة إلى طول القيام. ومنه التفسيرة من أدوات الطبيب، حين ترجم الأدوات من باكر، حين كنا رواد العلم، تجد في أدوات الطب لابن سينا والرازي التفسيرة، وهي آلة لقياس لمعرفة حال المريض كالمحرار والمجس ونحو، تعرف حاله الباطن من عوارض خارجية. كل هذه المعاني إذا جمعت ظهر لك أن حق الاشتغال المفسر هو هذا، هو الكشف من خلال الألفاظ عن معاني أعمق لإبانتها وإيضاحها، هذا الاشتغال الأول. ثم يجيء التأويل كمصطلح في مقام في نفس الحقل، فيأخذ معاني تتفق أحيانا مع مسمى مطلق التفسير، وأحيانا تختلف معه. فهناك من يرى الاتفاق بين التفسير والتأويل، ومن أجل من أخذ بالترادف ابن جرير الطبري، فمع كل آية أو آيات باب تأويل قوله تعالى، باب تأويل قوله تعالى، فدائما واحد يشعرك بأن التفسير هو تأويل، فهذا من يقول. وهناك من بالغ في تجهيل من رادف بينهما، ابن حبيب النيسابوري قال: ومن أجهل ممن رادف بين هاتين، وذلك أنه يرى أنهما يختلفان من حيث المتعلق أساسا، ومن حيث المنهج ثانية. حيث المتعلق أن التأويل هو في الغالب ما تعلق بالمفردة، ولذلك لاحظت عناية الإمام السيوطي رحمه الله في أول علوم علوم غريبة ومفردات، فما تعلق بالمفردة لكشف معناها قيل في هذا تفسير، فإن تعلق بالجمل والدلالة التركيبية قيل تأويل. وقيل إن هناك فرقا بخصوصية التناول، إذا أعملنا التفسير في نص ديني كتاب من كتاب منزل يقولون التأويل، وإن كان في غيره في تفسير نصوص أخرى كالنصوص الأدبية ويقال تفسير، فسر هذه القصيدة وفسر هذه الجملة، ولا يقال أول إلا في العقل الديني، إلا في النص الديني الذي له خصوصيته. وقيل إن الفرق بينهما يرجع للمنهج، ما كل منهما يشتغل على المفردة وعلى الجملة، ولكن يختلفوا في المنهج، فما احتاج فيه المفسر إلى صرف ظاهره إلى مرجوح لدليل عنا له، جعل المرجوح راجع، قيل هذا تفسير على منهج التأويل. وتعلمون أن التأويل منه مقبول ومنه مردود ومنه ضعيف، منه قريب مقبول ومنه بعيد متوقف فيه، ومنه متعذر لا يجوز الأخذ به، وهذا عند أهل العلم بالتأويل قسموا هذه الأعمال ومعروف عندهم. قال بعض العلماء إن أصل التأويل من كلمة أول أو من الإيالة، بحرف الجذور اللغوية يعين على تقريب الفهم. فالأول الرجوع إلى شيء هو الأصل، أول فيه معنى الأول، آل إلى كذا أي رجع إلى ما كان أصلا وأول.
والمفسر أو المؤول يرد الألفاظ إلى معانيها، لأن الأصل هو المعنى واللفظ تابع له. فنحن لا نجيء بالألفاظ ثم من بعد نفكر بالمعاني، ولكن نجيء الألفاظ للمعاني التي تقدمت. فالألفاظ أوعية والمعاني حمولة، ولا يراد بالوعاء بما في الوعاء، لا يراد الوعاء لذاته، وإنما يراد الوعاء لحمولته. إذا جئت بوعاء فأنت لا تريد الوعاء لنفسه، وإنما تريد الوعاء واسمه وعاء، يدل على أي حافظ لشيء يحمله. وعاء إذا حفظ، ومنه الوعي الحفظ. الأوعية حافظة لما، فهي لا تزيد على أنها حافظة. أما المحفوظ المصون المكنون الذي هو المراد بالقصد الأول، فلذلك يسمى معنى. فتحت الإطلاق اللغوي يرتب اللفظ في المقام الثاني والمعنى في المقام. يقول عنا يعني إذا قصد، فالمعنى هو المقصود بالدلالة من اللفظ، مقصود من اللفظ بدلالته هو المعنى. قال عنيتك وقصدت كذا، فتا في الإطلاق ترقيم للرتب، وضع للرتب، حديد للرتب. إذن المفسر يرد الكلمات ويرد النظم ويرد الجمل حسب دلالتها إلى معانيها، سواء كان لك بتأويل أم بتفسير، بناء على ظاهر أم على شيء اقتضى هذا اللون من الوان الرد. وقيل إنه من الإيالة، وهي ضرب من سوس الناس وقيادة السياسة الحكم. والإيالة سياسة، سمي المفسر مؤولا لأنه يسوس الكلام، بمعنى يتصرف به على نحو من الناهج الراشد لكي يضعه مواضعه، كشأن المدبر الحكيم في مقام السياسة، حيث يتصرف الأمور على ما تقتضي الحكمة. فهو أيضا ممكن أن يكون من الإيالة، ممكن يكون من الأول، والمعنى هو أن المفسر يشتغل في حقل تدبري تفسيري تأويلي، غرض منه توضيح المعاني وتبيين الأحكام والكشف عن الأسرار التي تجعل الباحث في علم التفسير يقول بصدق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، ويقف على حقيقة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. وإذا قصر في جانب من الجانب فهو يرجع إلى منهجه، فقد يكون غرضه الاختصار، وقد يكون غرضه الاقتصار على تفسير المفردات، كما حصل كثير في تفسير بعض المختصرين والمؤخرين. الجلالي الصوتي له تتم على الجلالي المحلي، ثم تفسير الجلالين، وغالبا ما يقتصر على تعريفات بسيطة لا تغني ولا تشمن، خصوصا طالب الفهم الأوسع في الكتاب. إذا كان من علوم المفسر التي يستعين بها ضرورة علوم توقفه على معنى الكلمة لكشفها، وعلوم توقف على إعرابها لفهم نظمها، كيف جاءت النظم في التركيب، ويأخذ المعنى من دلالة النظم إعرابا، لأن الإعراب يعرب عن المعنى، فهو أيضا محتاج خصوصا في باب الأحكام، وهذا من اشتغالات المفسر، يشتغل بتبين المعاني وللوقوف على الأحكام، أو قول استنباط الأحكام. فهو إذن بهذا الصدد كأنه أصولي، يريد أن يعمل منهجا أصوليا في النظر في آيات الأحكام لاستخراج الأحكام منها. وعليه فما هي العلوم المشعفة التي يمكن أن ندرجها ضمن علوم القرآن دون أن نقول أنها من مادته؟ إذ هناك فرق بين استمداد العلم وبين مادة العلم. تابعوا معي، مثل الأصول من استمداد علم التفسير، ولكنه ليست من مادته الأساسية. نحن لا ندخل الأصول كلها في علوم التفسير، وإنما نأخذ جانبا من اسمه الدلالة على الحكم، أو قل العلوم التي تعالج علاقة الدلالة بالأحكام. سنقف عندها كما وقف عندها الشيوخ إن شاء الله، نعرف ببعضها، مسألة واسعة جدا.
قسم الدلالة في علم الأصول كبير وكبير جدا. حتى قال بعض العلم إنه من البحوث الغير الأصلية في الأصول، قال هذا من باحث اللغة، وإنما عندهم المباحث الأساسية هي الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام. أما مباحث اللغة فقالوا هذه ما يستعين به الأصول على فعل، ما يستعين به أداة، وإذا تعينت صارت من صميم العلم، تعينت. فلذلك أخذوا من هذا العلم المسمى أصولا مباحث وعلوم وعلوما تعتبر أساسية في بحث أحوال النص القرآني أو الآيات القرآنية، خصوصا آيات الأحكام. ذلك أن للنص أحوالا باعتبار اتضاح دلالتي على الحكم، وضوح دلالتي على الحكم، واستمرار دلالتي، وعموم دلالتي وخصوصها، وإشكالها أو عدم إشكالها. له أحوال تزيد عن العشرة إذا ذكرنا المقابلات، فمثلا حتى تقول هذا النص محكم يحتاج إلى ضبط لهذا المعنى الذي اسمه محكم. هذا النص محكم، علم يعرفك بمحكم النصوص، ومقابل المحكم المتشابه، كذا متشابه وهذا محكم، هذا يؤخذ الحكم منه على هذا النحو، وهذا يؤخذ الحكم منه أو لا يؤخذ على حسب تعريف المتشابه عند كل. هذا النص مجمل، هذا النص مبين، هذه كلها في وضوح الدلالة. هذا النص ظاهر وهذا مؤول، هذا النص نص بمعنى بلغ في وضوح الدلالة إلى مقام النصية، هذا محتمل وهذا غير محتمل، هذا نص مشكل ضبط جهات إشكاله، هذا النص موهم للتعارض الذي قد يسميه البعض تناقضا، يعني لأنه لا يعرف كيف يخرج من هذا التناقض في الكتاب. إذا نحن بصدد علوم تعرفنا بأحوال النص في مقامات الاستدلال، تبدو معي، وفي مقامات الاستنباط، هي علوم تضبط أحوال النص لتسميه تبعا لأحواله، هل هو محكم متضح الدلالة أم مشتبه استأثر الله بعلمه أو احتمل إلى درجة الاشتباه، اختلاف الدلالة، اختلافها إلى درجة الاشتباه، والاشتباه المحير الذي يحتاج إلى علوم كثيرة لتجاوزه. هذا النص من قسم المجمل أو المبين، وهكذا نوليك، وهو الذي إن شاء الله سنعالجه في هذه العلوم. وقبل البدء بأول العلوم في الصدد، وهو علم المحكم المتشابه، هو من علوم القرآن وينتمي إلى الأصول ويعالج مسألة دقيقة، من أين تأخذ الحكم؟ هل نأخذ أحكامنا العبادية وغيرها من نص المحكم ولا من نص المتشابه؟ الإجماع لأنه يأخذ من نص المحكم، خصوصا إذا فصل المتشابه على أنه المستأثر بعلمه. فإن قلنا ليس هو المستأثر وإنما المتشابه الذي إجماعه المستأثر به وإجماعهما خفية دلالته والمتضادة، على اعتبار أن المحكم ما اتضحت دلالته وعلم المراد منه. متضحات الآي محكمات قسموهن المتشابهات كما قبل عاصم. متضحات الآي محكمات قسموهن، أي المقابل، القسيم والمقابل، متشابهات، فيكون الخفي ما خفي معناه ولم يتضح أو التبس نقول فيه متشابه، وقد يدخل فيه المستأثر بعلمه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: والمتشابه ضربان، ما يمكن الوصول إلى معرفته بضرب من الاجتهاد، وما يستحيل الوقوف على حقيقته. وأورد منه صفات الله وأحوال القيامة أي الغيب، فذكر هذا من المستأثر به، فجعل من المتشابه قسم يمكن أن يرد إلى جهة اشتباهه فيفك، وذكر من جهة الاشتباه أشياء كثيرة إن شاء الله نورد بعضها من بعد.
المحكم إذن لا يمكن أن نقف ذلك الوقفة الأدبية البسيطة وهو أن المحكم يطلق ويراد به القرآن كله إذا كنا نعني به الإتقان، كتاب أحكمت آياته أي كلها، ولا عند الذين يقفون عند المتشابه ووقفة أدبية القرآن كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا ويريدون متشابيا في الحسن يشبه بعضه في الحسن وفي الصدق وفي علو الطبقة في اللغة، تشابه يعني التناسق، تقول فلان متشابه أي متناسب، كقول الله في طعام الجنة وأتوا به متشابه غاية في الكمال، ماشي يشبه بعضه بعضا وإلا لكان مكرورا مملولا. المراد متشابه يعني في غاية التناسب، كما تقول سنة أطرافه وأعضاؤه متناسبة، ما فيه اختلال ولا كل شيء فيه بقدر. هذان المعنيين يدخلان بهما إلى معنى المتشابه والمحكم. المحكم قد يطلق ويراد به إتقان الشيء وإحكامه، وهذا القرآن كله محكم بمحكمه الاصطلاحي ومتشابه كل في محله وكل لحكمة، ومتشابه بمعنى المتشابه يرد إلى المحكم صحيح. والآية هذه التي تميز بين بعض القرآن مخصوص بوصف المحكم وبعضه بوصف المتشابه، وهي في صدر الزهراء الثانية سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي بعضه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر أي منه متشابهات. والآية نبهت على أمور كثيرة ولكن من أجلها مما ينبغي استحضاره في موضوع المحكم المتشابه، واحد أن المحكمة يمثل في القرآن معظمة أكثر آيه لقوله تعالى هن أم الكتاب، ومن إطلاقات الأم المعظم، قل هذا شيء أم هذه مسألة معنى معظم مسائلها أم الباب ومعظم مسائله في كذا وكذا. ثانيا أن المتشابه يرد إلى المحكم بقوة إحكامه هن أم الكتاب، فتسميتها بالأم للرد إليها، ففي تنبيه على رتبته منهجيا، يمثل الغالب ويمثل منهجيا أساس الرد إليه وليس العكس، فلا يجعل المتشابه أصلا للرد المحكم إليه. ده من أبو علي الزيخ مستطان حفظه، أول القرآن معظمه محكم، وثاني أنه هو المرجع والمرد والحكم على المتشابه. وفي قول الله تبارك وتعالى وأخر بدل أخرى، هذا لون من لون العدل في باب العدد يشعر بقلتها، وهذا لنا نظائر إن شاء الله في القرآن وفي السنة، العدل في باب العدد من آخر وأخرى أو إلى أخر إلى فعل، وهذه في باب العدل يدين بالقلة. متشابهات وأخرهن لتأخير رتبتهن في مقام الاستنباط ومقام الأحكام. رب قائل يقول إذا فسر المتشابه بالمستأثر بعلمه كالغيب وكفواتح الصور عند بعضه، لأن هناك من جعل المستأثر بالمتشابه الذي لم يقطع على مغيبه، احتمل واحتمل حتى كاد أن يكون الاحتمالات فيه على سواء، لم يقطع على مغيبه فأدخل من أشياء كثيرة منها. ما الحكمة في إرادة المتشابه؟ قال لله حكم فيه كثيرة، أولى بيان عظمة العلم الإلهي وأن فيه
بلغت لن تصل إلى أن تحيط به علم. فآية الكتاب المقروء كآية الكتاب المجلو، الكتاب المتلو كالكتاب المجلو، كما أن في هذا غيوب لا يمكن أن تقف عليها. قال تعالى فيها: ولله غيب السماوات والأرض. فغيب السماوات معروف، ما وصلنا لن نحيط به أقرب السماء إلينا. أما غيب الأرض، أبدأ أن أريك على غيب الأرض، ماذا في غيب الأرض؟ تقول لي هذا الذي تحتنا تحت الطارة، هذا تكتشفه. الغيب الذي فيك ويتحدث، غيب روحك من غيب الأرض، غيب الأرض روحك من غيب الأرض. وغيوب الأمارات القائمة التي لم تظهر بعد، وهي من أمارات الله. المسيح الدجال الذي تحدث عنه النصوص وقد تتواتر من غيب الأرض. وقل في أحد الآيات التي تحدث القرآن عنها كأهل الكهف وغيرهم، والبعض يقول هنا وبعض يقول هاهم في هؤلاء في هذه الجهة، ولا أحد يستطيع أن يحسم ولا أن يجسم. ولله غيب السماوات والأرض. إشعار المتصل بعلم الله في الكتاب أنزله بعلمه أنه لن يصل إلى الإحاطة به، فيبقى جانب من الغيب فيه يتحدث. وأعطيك بس مثال بسيط حتى تدرك أننا في الفعل يصل المفسر حين قلمه إلى مقامات لا يستطيع الحساب فيها. تقف عند قول الله: كل يوم هو في شأن. فلا يخرج من هذه الآية إلا هو يتفصد عرقا، كيف متى ما بدا له معنى بدا له ما هو أجل. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عنده يعني إيه؟ في اعتبار الله. عنده يعني يوما من الأيام الستة التي خلق الله فيها الكون، مثل الستة. إذا قال الله ستة أيام أنا 6000. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هذا يوم القيام؟ ولا هذا الرقم يعني حصر حقيقي أم لمجرد المبالغة؟ شيء محيرة، وكلها من عالم الغيب لا تستطيع أن تحسب فيها، ولكن توقفك على جلالها وعظمتها وينتهي قلب تفسيرك. لا تشتغل بشيء. بشخص محتنى السواك في مواطن، في مواطن لا أمرتكم السواك عند كل صلاة. لماذا؟ لأجل قراءة ومناجاة الله. أما أن تقف أمامي وأنا تشتاق فتحتاج إلى أن روحك ليلة عروسك هذه. المحكم المتشابه، المتشابه قلنا من فوائده أيضا هذا اللون من ألوان الامتحان، امتحان العقل مهما حصل مهما أدرك أنه يقف أمام ما يسمى بصف الغيب، صخرة الغيب. يسلم وتبقى كلمة الله أعلم حاسمة في المقامات. والله يعلم وأنتم لا تعلمون مهما أوتيتم. قال سيدنا أحد لابن عباس: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال له: أزيدك؟ والقليل ليس لنا، أوتينا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: القليل ليس لنا. قال: القليل ليس لنا، أوتينا. فحصلنا أننا الصفر. وهذه الكلمات شعور بالتواضع في مقام العلم يدعوك إلى شيئين عظيمين. أولا أن لا تشبع من الاستزادة، ثانيا أن لا تتعاظم مهما بلغ مقامك. شريف جدا. إذن فيكون هذا الناجي المستفيد الأول منه نحن، وليس الله غني عن كل هذه الأشياء. المستفيد الأول حتى من مسألة وجود المتشابه أنت. وإذا قال أهل العلم إن في جعل بعض القرآن متشابها، خصوصا إذا جعلناه كما جعله الكثيرون وهو مما لا يدرى المراد منه على القطع، وعليه فلست ممنوعا من اشتغال به وتعمال التدبر فيه، وخصوصا حين قال الله تبارك وتعالى: ليتدبروا آياته.
وعندنا من صيغ العموم الجمع إذا أضيف إلى معرفة، الجمع المعرف، وإذا عرف بالإضافة آياته، فشملت محكمة والمتشابه. وهذا تمسك به الذين قالوا إن المتشابه هو نفسه محل للتدبر، لكن لا يقطع على مغيبه أو مغيبه. فهمتم معنى عني شوية؟ وفي صحيح البخاري في تفسير قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال: والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به. حتى على الوقف على الله، وأنه وقف السنة ووقف الأكثرين، وما يعلم تأويله إلا الله. قف وقف تمام، مع أنه فيه وجهان، يجوز الوقف ويجوز الوصل. ويعلم تأويله إلا الله والراسخون أيعلمون قبل أن بسنا عم يعلمون، ولكن يزيدنا إلى العلم إيمانا. رب قائل يقول إن الإيمان في كان الإيمان عنده يناقض العلم، مع الله تعالى ينوح حين يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم وجهان لعملة واحدة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه معارج في المدارك، مدرك العلم، مدرك الإيمان، مدرك الإخبات، يصبح فيه الحقيقة عندك لا ينازعك فيها شيء. أخبت، كلما خبت أي سكنت واطمأنت وانطفأت حرارة الشبهة والاعتراض وكل شيء ينازعك خلاف العلم، ليس بينه وجود ارتقاء في مدارج المعرفة. وعنوان العقيدة الإيمانية فاعلم، كعنوان الحقيقة القرآنية اقرأ باسم ربك فاعلم أنه لا إله، فتصدير أكبر حقيقة في العقيدة الإيمانية بعلم يدل على أن الإيمان علم وليس تسليم عجماوي أو أعجمي أبدا. ولذلك لاحظوا كيف يسوق الله في القرآن الآيات في مقام الدليل على الغيب. إذن من ثمرات المتشابه أو فوائده وحكمه، حتى أهل العلم على إعمال مزيد من النظر حتى تظهر فضيلتهم فيما بينهم، لأن الفضيلة من تفتح تماما للنظر، قال هذا وقال هذا ونظر هذا، وباتت جواهر هذا وأسرار وجواهر، بات التفاضل في العلوم والتفاضل فيما والله تبارك وتعالى فاوت بين أقدار الناس ولم يجعل الناس سواء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله زيادة في شيء نبوغ معين؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك كان الحاسد الذي كان الحسد مراتب، حسد يريد إلغاء الفضل، ينبغي أن يكون الناس سواء حتى من حيث الأصل، يعني من حيث الكسب. والآخر الذي يريد أن يخص هو بالأفضل وأن ينزع الناس من ما لهم من فضل ليلتحق به. كان رجلا يعني يمكن أن يقال أنه على أبواب من الإلحاد، أنه يعترض على الله في القسمة ويريد أن يزيل حكمته في فتح الباب لهذا الوان من التفاوتات التي تظهر حسب ما آت الله كل شيء. يحسد الناس على ما آتاه، يقول للحاسد: على من أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في قسمتي. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في قسمتي. كأنك تقول: يا ربي ما أحسنت حين فضلت هذا علي. وهذه العلة الإبليسية التي طردته، خرج منها، اهبط منها، أنا لا يليق أن يكون في مقام الفهم، إنه بليد. إطلاق القوة، قوة الإدراك، قوة الفهم لدى العلماء بحسب تفاوتهم، لتظهر أو ليظهر الفضل الذي وجهه كل في مقام الاستنباط، هذا أيضا من مقاصد الكتاب. ولذلك حين تعرض التفاسير تجد عجبا، تأخذ مثلا الفخر الرازي في آية:
توقف على شيء لم ينتبه إليه غيره، وتجد الراغب الأصبهاني في المفردات وقف على ما لا يمكن أن يخطر ببالك أنه وقف عليه أحد من أهل التفسير، وتجد أسرارا غرائب في مقامات التفسير وأعمال النظر. هذا من فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، خصوصا في مثل هذه المقامات. ثم ثالثا للإلماح والإلماع إلى عالمية الرسالة، قسم من الأدلة فيه خفاء والرسالة مفتوحة على امتداد الدار، حتى إذا وقع خلاف من بيننا وكان ما رده إلى خفاء في الدلالة كان فيه فسحة، نوع من التسامح في باب التسليم بالإمكان أن هذه الآية ممكن تخرج على هذا ممكن، ولا يشوش أحد فيقول لا كان الأولى أن نكون متطابقين كأسنان الحمار كما يقول الله، قال سواسية لزيد، قال الناس سواسية، الحديث ماذا مصحح ليس حديثا، قال كأسنان إيه؟ قال كأسنان الحمار، إن أسنان الحمار متساوية تماما. تأملت في أسنان الحمار؟ في إرصاد إلى أن التساوي لا يجب بشيء إذا أريد أن يكون على هذا النحو. تسوية بين المختلفين ظلم، وفي مقام الأدب ظلم، هل تسوي بالوالد وأبيه؟ بين الإمام كالنبي وبين متبوعه؟ أبدا، تسوية بين المختلفين ظلم، وعدم التسوية بين المتفقين ظلم أيضا. فمثلا الذين ينادون اليوم بالتسوية بين الرجل والمرأة قل هذا ظلم لهما معا، ظلم لهما معا، هناك مقام في الاستواء ومقام في خصوصية، فإذا سلبت منها خصوصيتها لجعلها للرجل ومنه خصوصية لجعلها ظلم، وضع الشيء في غير محله، وقلت له تعال أنت هذه وظيفتك الحضانة والاكتفاء بكذا، وقلت له أنت هذه وظيفتك الإمامة والاشتغال الخارجي وكذا، ماذا تصنع أنت؟ ينبغي أن تؤثر حتى على الأصول، فتقول له أنت لا تحضي وأنت حض، أنت لا تدع، يعني يذهب بك هذا إلى تغيير الأصول ولا تستطيعها، إذا أنت متطفل على مثل هذا الحكم. تسوية بين المختلفين ظلم، والخلاف بين المستويين ظلم، تقول ما في هذا شيء مستوى مع معناه، لذلك قال أهل العلم العدل تاج الاستواء، معناها الأفضل أن نستعمل كلمة عدل بدل تسوية حتى في المصطلح الدقيق. قال سبحانه وتعالى ما بلغ أشده قل واستوى، استواء فوق الأشد واحدة، وقال تعالى خلقك فسواك فعدلك، فجعل العدل تاجا للاستواء، فا ارتبوا بالفاء، معنى أن العدل درجة أرقى من الاستواء، الاستواء الذي يعني فبان من هذا أن العدل تاج الاستواء، بمعنى أن هناك تحفظ على الاستواء إذ قد يكون ظلما حين لا يكون في محله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين حكما يعني، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا كالمفسدين في الأرض، موازين الله، والوجود حين تنظر إليه تجده مختلفا متساويا مختلفا، ولكنه معتدل على اختلافه معتدل، الفرق بين الاستواء وبين الاعتدال. رجعنا إلى قضية المحكم والمتشابه، القرآن أحسن الحديث، أحسن الحديث بمتشابه ومحكمه، ولهذا ثمرته، ولهذا ثمرته، ولذلك تجد إلى اليوم كتب تفسر آيات الأحكام على المذاهب الأربعة أو الخمسة، تفسر آيات الأحكام، وكل يفسر مذهبه ويستنبط له ويتأدب ويقول هذا في على مسألة ولاية في النكاح أدل على اعتبارها من اطراحها، وهذا كذا جصاص مثلا بالنسبة للأحناف،
والكيان الهراسي بالنسبة للشوافع، وابن عربي بالنسبة للمالكية. آيات الأحكام نبخ الاختلاف بسبب أن في النصوص محكما دل لفظه على معناه وعينه، وفيه متشابه على التفسير الذي يقابل المحكم محتمل لدلالات تصل حين لحد الاشتباه. من الاشتباه لا تستطيع أن ترجح، لكن قد تكون مرجحات تبدوة عن للباحث والناظر والمجتهد، إما بأدلة خارجية وإما بأدلة في النص خفية سياقا أو سباقا أو نحو ذلك من القرائن التي تعين على الترجيح. المحكم والمتشابه، يكفي هذا في التعريف ولا نزيد شي شوية؟ نبسطو شي شوية، يكفي بارك. النص المحور الآخر هو توا أيضا متصل به، هو المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، أو قل المجمل والمبين، كل هذه قريبة من بعضها. أخذ الدلالة من المحكم، احنا قلنا هنا المحكم ما عرف المراد منه، كيف؟ قال بنص أو ظاهر أو تأويل، بنص أو ظاهر أو تأويل، فحلك على المبين. لأن عندهم المحكم ما بان الحكم من لفظه، لكن نوع الدلالة يعني جهة الإبانة، إما أن تكون من جهة النص، وإما من جهة الظاهر، وإما من جهة التأويل. فرجع إلى مبحث المجمل المبين. عندهم المجمل افتقر إلى بيان، فرجع إلى معنى الاشتباه، افتقر إلى بيان لوجود ما يسمى بجهات الإجمال أو جهات الاشتباه، التي قد تكون أحيانا ضبط هذه الجهات ما أمكن، الاشتراك، غرابة اللفظ، التقديم والتأخير، الوين ومن قد يكون من جهة المعنى، اشتباه من جهة المعنى كما في صفات الله وأحوال الآخرة والغيب، قد يكون من جهة الكم والكيف فيدخل باب العموم والخصوص، لأن الخص هو استثناء من جملة، أي أن هذا اللون من الألوان هذه جهة كم، جهة كمية، أو من جهة كيف، هذه كلها جهة قد تدخل النص فجعله من نوع المجمل الذي يفتقر إلى بيان، أو نوع المشتبه الذي يفسر ولكن بفك ما يسمى بجهات الاشتباه. فلذلك ألف أهل العلم في المشترك، وألفوا في الغريب غرابة اللفظ أحيانا، وألفوا حتى فيما يسمى بالنصوص التي تتحدث عن آيات الصفات، وهذا تنزعته الفرق، هناك من يحمله على المجاز، وهناك من يحمله من يسلم ويقول مفوت، لأنه الأشياء التي تجي في مقام الإهام لأهل العلم بالعقيدة مذاهب فيها، وكل نص أوهام تشبيه فوت وأول واعتقد تنزيه، نص إذا أوهام تشبيه وفي مقام الحديث عن الله وصفاته والغيب، فيها أنهار من ماء غير آسين، وبالله عليك أنت تجزم بأن هذا الماء يعني هو المية التي في فمك، الماء الذي في فمك، ماء العين، ماء المساق المسافي، ما تستطيع أبدا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لفظة لبن تحيلك على شيء تعرفه، هو الخارج من 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 أجداء أو ضرع البقر أو الإبل، لكن تدريده قوة طعم، أقول هذا تكون حمله على الحقيقة، أنت إيش مجنون؟ والله تعالى يقول في الغيب وننشئكم فيما لا تعلمون، هذا القرآن، فيما لا تعلمون قياسا أبدا. ويقول سيدنا الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والمسدد بدعاء النبي اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، يقول والله ليس في الآخرة مما في الدنيا
مما لنا به علم إلا الأسماء. فكيف يجي قوم يتناطحون يقول هذه يحمل على الحقيقة؟ يستعني بالحقيقة يعني لبن بقر، لبن جمل، يمكن أن تصل إلى المعنى المشترك وهو شراب، شراب في غاية اللذة وغاية إسعاد الشارب، فيه صنف من أصناف التكريم لا ينقطع مدده كما تنقطع مدد لبن أنه من درع، ويخرج بالاعتصار نقطة نقطة، أنهار من ماء، أنهار من لبن. كم هذه القضية المراد؟ لا تقف عند هذه البنيات فهي مضلات، البنيات مضلات. وقد حصلنا من التناطح في مقام الفرق على مثل هذا شيء غريب. ما أنا قلت لكم إذا ضاق عقلك فالتمس المدد من إيمانك يسعفك، التمس المدد من إيمانك يسعفك. وحين تصل إلى قول الله تعالى في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، علماء التفسير وأنا قلت لكم هذا مشتبه، سقاهم تعرفها، جعلهم يسقون ويشربون، فأذن لهم في السقيا أو قدام لهم الشراب. شراب أنت تعرف سائر وليس طهورا. قال سيدي جاني شيء إما مطهر بمعنى أن كل ما أكلت في الجنة تحتاج إلى صرفه ولو كان فاكهة، فيتشرب بعده شرابا يطهرك يخرجه منك عبيرا ومسكا وكافورا، لأن ما فيه فضلات. هذا اجتهاد ونوراني خرجوا هذا ماشي هذا، أو شرابا خالصا لم يخلط بزنجبيل ولا بكافور، لأنه ذكر قبلها ومزاجه من تسنيم ومزاجها كافور، إذ في شراب ممزوج وشراب خالص. ومع ذلك يبقى في زوايا خبايا حين تجي من يقول شراب طهور، الساقي هنا الله، حذفت واسطة ويطوف عليه أي بأكواب وأباريق، أنا ما كاينش الواسطة، هذا شراب خاص. دعا بعض العلم إلى أن يقف يقول هذا صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم. إلا قد يجي واحد من علماء التدبر يقف إلى هذه الدرجة يقول لا إله إلا الله، يقول ليش هذه شطحات خارج عن فهم اللغة، من يدرك؟ هو الآن يشعر بهذه الصلة، الساقي اللي هو الله جل في علاه، والشراب المنعوت بالطهر غاية طهورة. وإحنا عندنا المبالغة في كل زمان بحسب زمن الخلود ونوع الإكرام الإلهي، كيف سنزل عليه لفظ الطهور المبالغة؟ كيف؟ ما أعرف أنا سيجن جنوني حين أقف عند مثل هذه الآية، والله الذي لا إله إلا. فكيف يجي يقول طوي الصفحات نشم ريحا غريبة عن ريح التفسير وريح الإسلام، أنت مزكوم أصلا وفاقد المناعة، هذا يخرب جسمه أي داخل، أي داخل، هذا يخاف من كل شيء وليس فيه سد للذرائع. نعم أنعش إذا تريد تنام نشربك الآن المخدرات، نسقيك نذكرك بالشراب الطهور لتستيقظ. هاجي مصر الله يهدي. المحكم المتشابه والمجمل المبين قريب من بعضهم، الإجمال جهة من جهات الإشكال، رفعوه بالبيان إدخاله لحيز التجلية وجعله بحيث يكون محكما تفهم دلالته من اللفظ والنظم، إما على وجه النصية بحيث لا يحتمل غيره
وهذا الذي يقال عنده نص. قال هذا الحكم استفيد من الآية نصا ويمثلون له بآية العدد ويدخل فيها كل شيء لا يمكن أن تجد له أكثر من معنى، وذلك كالفدية في نسبة للمتمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك المجموع عشرة كاملة. إذن فرقها في على أحوال وجمعها العدة، فتقول على المتمتع إذا لم يجد هدية يعني هدية نسك نزول المتمتع فإنه يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة هناك وسبعة إذا رجع إلى أهله نصا، ما فيه اختلاف، يمكن أن يعمل فكرة. فجلدوهم ثمانين جلدة، لا زائد ولا ناقص، ما في أحد يقول الحد هنا يمكن أن يغير. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تفهم؟ وعشرا أي من أيام، أربعة أشهر وعشرة أشهر قال بأحد هكذا، يعني لغة هذه نظم تبدأ بالأقل وتكمل بالأكبر، لا قائل بهذا. هذا محكم في مستوى النص، يؤخذ الحكم من جهة نص يؤخذ الحكم منه، هكذا ما يقول تنزيله وتأويل. وقد يكون المحكم يؤخذ الحكم منه من ظاهره، والظاهر نص محتمل لأكثر من دلالة ومعنى، إلا أنه في أحدها أظهر وأشهر، والآخر المقابل أقل منه ظهورا، فيسمى الظاهر ظاهرا حكما ظاهرا، ويسمى هذا المرجوح يسمى مؤولا، يسمى مؤولا. وعندهم العكس، إذا رجحنا المرجوح بدليل قيل فيه حكم مؤول، هذا هو الدليل عندهم. إذن عندنا في المحكم أو المبين إما أن يكون بيانه على وجه النص واحد من الاحتمال، أو على وجه الظهور، أو على وجه التأويل. ومعنى التأويل هو أن تصرفه عن ظاهر إلى خلافه لدليل يقتضي ذلك، وجود مانع من حمله على الظاهر. وهذه استدلالها نصوص كثيرة عندكم، أزعفون بالنصوص من دلائل مثلا النصوص التي تؤخذ بالتأويل، مثلا يكون الظاهر ولكن يمنع وهو معكم أينما كنتم، هذه من آيات الله، وهو معكم أينما كنتم، ظاهر النص إفادة صحبة الله للإنسان أي لكل إنسان، وهو جل في علاه معكم أينما كنتم. حمل هذا على ظاهر المعية من الصحبة الذاتية مستحيل عقيدة، لا يمكن، واضح شيء، لأن الله لا يحل ولا يتجسد ولا يمكن أن يكون معك في مكان بذاته، تعالى ربنا عن ذلك أنه مخالف للحواجد. إذن فالمعية هنا مصروفة عن ظاهرها إلى معنى من معانيها، عن ظاهرها الذي هو الصحبة الذاتية، أنت معي في ظاهر اللغة، أنت معي، وخصوصا قلت لك أنت هو، إلى معنى من معانيها وهو صحبة العلم، صحبة القدرة، معناه أن هو معك بحيث لا تخفى عنه كما لو كان الواحد معك مصاحبا. هذه اللغة، يجب واحد يكون عنده شيء فاهم، هذا لا تأويل، هذا تأويل صحيح، أنه في حمل نص على خلاف ظاهره لمانع قام بذلك، لمانع وهو أن حمله على الظاهر يستحيل عقيدة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه مثل لو قال بأن هناك مانعا من حمل الآية على الظاهر، لأن الإنسان ليس له جناح، فلا بد من أن يفسر الجناح بلازمه، لين جانب يعني بلازمه وهو التواضع. لذلك بعض أهل العلم كان في مجلس وأنشد أبياتا راقت
عنده مخترج من 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 شعر العرب، فيها مجازات واستعارات. وقال من جملة ما فيها: أسقني من كأس صفا ما يثبت الحب عندك. فكان بعض الجلساء وكان فيه كزازة في الطبع وبلادة في الفهم، فأخذ كأس وقال له: صب لي من هذا كأس الصفا، فصب من مقالتي، إيه مما قلته من حب كذا. فانتبه إليه فوجده متعمم وصاحب انتماء إلى الدين، فقال له: هات ريشة من جناح الذل في قول الله واخفض لهما جناح الذل. هات ريشة من جناح الذل، في ريشة جناح الذل في ريشة. وإنما القرآن يتكلم بهذه اللغة التي فقدنا احنا ذوقها لمعاني كبيرة، لو وقف عند الواقف لعرف أسرار الله فيما يريد أن يخبرنا به. تعرفون هل للذل جناح؟ تعرفون الذل كلمة قبيحة، تذلل الإنسان دائما يحس بأن ينبغي أن يكون عزيزا حتى أحيانا بالباطل لن يتحسس. الذل كلمة تخوف، الامتهان والقهر، بخصوص والديك. القرآن يريد أن ييسر لك كلمة التذلل، فيقول لك إن هذه الذل التي قد يعترضك وهم التخوف منه نزولا عند رجل أمك هو نفسه مصعد الصعود أو سلم الصعود، إنه جناح. أتعرف للذل جناحا تطير به فوق؟ فكان هذا الذل هو عين العز، لأن له جناح يطير به. رموز في الكتاب. إذن كان لفظة جناح هنا هي سر المعنى، هي سر البلاغة. هذه واحدة. وشيء آخر، قال أهل العلم: الطائر حين يعصف غاية على فراخه يضمهما تحت جناحه. في الجناح إشعار بالحنو السابق منها عليك أو لك، ففيه تحسيس بإلزام رد الصنيع المجمح. وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما احتضناني، كما مد جناحهما عليا. هذه الثانية. والثالثة، قال للعلم: متى يكون جناح الطائر؟ تعرفون حين ينزل يمد جناحيه مدا كاملا فتستوي الجناحان والجسد. قال: ما فيه شيء يستوي جناح علوي بجسد أصله إلا الطائر. معناه تدل لهما إلى درجة لا يبقى بعدها نزول، ما بعدها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله واحد، قال: يا رسول الله دلني على باب من أبواب الجنة. قال: التمسه تحت رجل أمك. هكذا في الحديث: التمسه تحت رجل أمك. فسر على ظاهرها من تقبيل الرجل وكذا، وفسرها بما هو أعلاه وهو خدمتها بالكامل، بحيث لو وضعت قدمها عليك لكنت في غاية السعادة. واخفض، كلمة اخفض كيف؟ لهما جناح، لأن الاستعارة فيها ترشيحية، لأن الخفض مناسب للجناح. وقوله من الرحمة، ها هذه مناسبة للذل، ها لأن في معنى الذل والرحمة تناسب من حيث العمق، لأنه الرحيم لا يكون متكبرا، دائما ذليل. في الكبر يتنافى مع الرحمة. اخفض له ما جناح الذل من الرحمة. نعم سيدي. تأويل النص تأويلا صحيحا قريبا تقبله اللغة، بشرط أن يكون هناك دليل يجعلك تصرف النص عن ظاهره إلى قريب، إلى مراد منه تقبله اللغة وتتحمله والاعتراض عليه. واضح سيدي هذا؟ نعم. ثم عندنا من الأمثلة التي وضعوها لي، قل تماما أيضا: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل هذه ألوان من الأشياء التي لا يمكن أن تحملها على ظاهرها. ما بين يديه الحاضر، وما خلفه الماضي أو المستقبل. ولكن في الغالب من يقول: لا يأتي الباطل، يا يأتي
المستقبل، فيفسر الخلف بخلف ما أنت فيه وهو الآتي. ما بين يديه هو الحاضر، لا يأتيه ما يبطله لا في حاضر حاله ولا في مستقبله ولا من خلفه. فالخلف كل جهاز تخلفك، فهي خلف، كانت من جهة الوراء أم جهة الأمام، فيكون المراد بخلفه الآتي. إذن فلا بد من صرف هذا إما بحسب اللغة وإما بحسب السير على أساس من معاني المجاز المعروفة أو الاستعارة. نعم سيدي، ننتقل من هذا إن شاء الله إلى بحث العلوم المتعلقة بناسخه ومنسوخه، لأن عندنا في خصوص باب الاستدلال أن الدليل أو الحكم، دليل على الحكم أو الحكم المستنبط من دليل، عندنا إما أن تسوق الدليل على الحكم وإما أن تستنبط الحكم من الدليل. إذا كنت مستدلا فأنت تسوق النصوص للاستدلال بها الأحكام، وإذا كنت مجتهدا مستنبطا فأنت تأخذ الأحكام من النصوص. فإذا الاستنباط والاستدلال متقابلان من حيث المنهج. في هذا المقام يجيء الناسخ والمنسوخ تحديد طبيعة النص للحسم في مسألة استمرار الحكم وعدمه. عندنا شرط الدليل، أولا أربع شروط الدليل في مقام الأحكام أربعة، وهذه العلوم تخدم هذا الجانب. شرط الدليل صحته، ثم وضوح دلالته، رجوحه على معارضه. شرط الدليل صحته ثم وضوح دلالته، استمراره ثم رجوح على معارض إذا ما وجد، فإن خلا عن واحد ففند. هذه شروط الدليل. الصحة نحن مع القرآن، إذن تبقى لنا شروط ثلاثة، واحد منها يسموه اتضاح الدلالة على الحكم، والأدلة آيات القرآن ونصوصه. الآن باعتبار اتضاح الدلالة القسم ولاد، فنص يدل على هو محكم وهو في مقام كونه محكما، هو نص أو ظاهر على هذا الحكم أو مؤول بسبب دليل خارجي رجح ما كان مرجوحا. اتضاح الدلالة متفاوت بالنسبة للنص، قد يكون النص كما هنا، قد يكون مجملا، قد يكون متشابها، قد يكون مبينا، فالنصوص مختلفة في وضوح الدلالة. استمرار الدلالة يحتاج إلى علم اسمه علم الناسخ والمنسوخ، وقد تقدم بعضه في بحث النزول. الناسخ قاض على المنسوخ إذا ثبت، ومعنى قاض عليه أن المنسوخ لا يعمل به، فيشترط أن يكون الدليل الذي استدل به ليس له ناسخ، لم يوجد له ناسخ، لأن دلالته مستمرة. إن عندنا النسخ إما أن يكون لبيان انتهاء مدة حكم الأول، وهذا الصحيح، يجيء النسخ دليل النسخ ليبين أن مدة الحكم الأول انتهت، ولذلك لا يلزم أنه بدأ كما يدعي الذين ينفون النسخ في القرآن، كل هذا يلزم عليه البدء، وهو عقيدة جاهلية في الله جل في علاه، أن تعتقد في الله يغير علمه يبدو له كذا وكذا. البدء تعالى ربنا عن ذلك، ومنذ الأول الحكم سيصير إلى نهايته كذا، تحريم الخمر، الله تعالى يعلم أن الخمر سيحرم، ولكن كيف يصل بالناس إلى هذا الوقت؟ فقال الله تعالى ظهر له حكم ثم غير الحكم إلى تحريمه في الصلاة فقط، ثم سوى بينه وبين المنافع التي فيه في تنكب منافع للناس، ثم في الأخير طبعا. هذا لا يجوز اعتقاده، ولذلك اليهود ينفون النسخ بناء على أنه يؤدي إلى البداء. تعالى ربنا عن ذلك، لأن ربنا لا يغيب عنه شيء، وعلمه في الماضي والحاضر والحال واحد، وهذا من عقيدة توحيد العلم كما سبقت لكم، أن تعتقد وحدته في أسماء الله وصفاته. الله واحد في العلم، أي علمه لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف القرب والبعد، واحد. كما يعلم الغيب يعلم الشهادة، وإنما قسم عالم الغيب والشهادة هي باعتبارك تفهم، معنى هذه الشهادة التي عندك يحيط بها علمك كعلمه بالغيب فقط، فيها مراعاة المخاطب فقط،
وإلا في الله علام الغيوب، وكل الغيوب بالنسبة إليه شهادة. اتقرب الماضي والحاضر والآتي بالنسبة لله واحد في علمه، قدرة الله واحدة، خلق الخلق كلهم وخلق واحد سيان في قدرة الله، لا تفاوت، لأن التفاوت علامة النقص وعلامة أن ليست علامة دوام الصفة وذاتية الصفة وأبدية الصفة. الأبدي الذاتي لا يلاحظ في وصفه اختلاف ولا تفاوت، فعلم الله لا يتفاوت، لا يبدأ وقليل ثم يكثر كعلمنا، ولا يكون كثير ثم ينقص كما يرونا نحن نسيان، لا يضل ربي ولا يعزى. علم الله في الابتداء كعلمه في الانتهاء، كعلمه حين نصير إليه، كعلمه الآن، كل حاضر ينبغي أن يعلم في العقائد. رحمة الله تبارك وتعالى واحدة، حين يريد أن يرحم العباد كلهم يحتاج إلى رحمة أوسع. وإنما ذكر حديث التجزي، تبع معي حديث التجزي، الرحمة قسم الله رحمة مئة رحمة، هذا بالنسبة لرحمة الفعل المنفصل، أما الرحمة الذاتية فلا يلاحظ فيها تفاوت، هذه خلق الله رحمة وجعلها مئة رحمة وقدم منها واحدة، هي التي هذه بها التي نتعامل بها، بل يتعامل الخلق بها، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن والدها رحمة به من هذه الرحمة. وادخر ليوم الفصل 99 تقديرا للهول الذي سيكون فيه، الهول الذي سببه أعمالنا ومفاسدنا وضلالنا وانحرافنا وزيغنا وإرادة تصفية الحساب، والله لا يظلم أحد عنده. ووضع الكتاب، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا، وإن كان مثقال حبة من خردل من أعمالكم أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومحاسبين. هذا اليوم طويل الشجيع، الله تبارك ورحمته دخر في 99 رحمة من هذه الرحمة المبسوطة على الأرض. اللهم تداركنا برحمتك يا مولانا. نعم سيدي، قلنا بين الناسخ والمنسوخ يحتاج إليه عالم التفسير لبيان استمرار الحجة ولا عدم استمراره، إنه لا ثبت أنه منسوخ انتهى حكمه، وبالتالي لم يبقى حجة فلا يجعله مأخذا للحكم. تابع معي، هذا معناه أن هذه العلوم ترجع إلى علاقة الدلالة بالأحكام. لذلك لا بد المفسرين من العلماء، إذا قال لا يحل لأحد أن يخوض في الآيات خصوصا آية الأحكام تعرف الناسخة والمنسوخ. الناسخ سواء قلنا بأنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر عليه لحكمة، أو قلنا بأنه هو تعيين انتهاء الحكم القادم متقاربة مع بعض، فالمراد منه أن هذا انتهى. فلذلك قال أهل العلم القرآن على أربعة أقسام بالنسبة للوجود، وجود النسخ والمنسوخ، وهي عندكم ولا. قسم لا ناسخ فيه ولا منسوخ، وهو الخمس والأربعون سورة. وقسم فيه الناسخ فيه الناسخ فقط، وهو حوالي 25 سورة. وقسم فيه الناسخ فقط، وهو ست سور، ومنه سورة الفتح وسورة العشرات. وقسم ليس فيه إلا المنسوخ، وهو الأربعون المتبقية. هذه تتهم طالب القرآن لضبط هذه الآيات، وقد عدت عندكم هناك وحصرت ومتللة. ثم الناسخ والمنسوخ باعتبار الرسم والحكم، قسموا لا تلاقص. ما نسخ حكمه وبقي رسمه أي تلاوته، وما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه ورسمه معه. هناك من يجادل في بعض هذه الصفات، في بعض هذه الأقسام. ما نسخ حكمه وبقي رسمه، هذا هو الذي يبحث في باب النسخ والمنسوخ، وهو الذي كتبت فيه الكتب كتاب مكي في النسخ والمنسوخ، كتاب ابن العربي. ما بقي رسمه وزيل حكمه، هو الذي يكتبون فيه. فهذا القسم لماذا؟ لأن فيه اعتراض بقايا، يقول إذا كان الحكم قد أزيل فلماذا يبقى الرسم والتلاوة؟ قال يبقى لشيئين،
فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى وهو الإشعار بأن التعبد بالآيات مقصود في ذاته. هذه آية نسخ حكمها وبقي رسمها فاقرأها تعبدا، فتقرأ الآية التي فيها سجن النساء الزواني حولا قبل أن تنزل آية الحج، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه آية منسوخة ونقرأها تلاوة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. إذن عندنا إذا كانت من النساء جزلنا سنة، وإذا كانت من الرجال الأذى كأنه لون من لون التعزير. فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. من غريب التفاسير المعاصرة أن واحد جاء الآية فقال هذه الآية في اللواط في السحق، مع أنه مجمع على أنها منسوخة الحكم، فجعلها في المستحدث الذي يشوش عليه الآن، وهو كأن السنة ما فيها بيان وما فيها وما في سورة لوط الحديث عن هؤلاء الشداد بما يكفي، جعلناها عليها سافلها. والحديث تقرأ قصة هؤلاء السفهاء وكانك تحس بالندم يصل إلى أنفك. إيه خلاص، أتأتون الذكران من العالمين على قلة نشاء وتذارون طرح الودر طرح مع نبت ما خلق لكم، ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون تجاوزون للحدود، حدود الفطرة، وتأتون في ناديكم المنكر. النبي هو يتوسل ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني وأهلي مما يعملون، قال إني لعملكم من القالين. تعرف إيش نوع القلة؟ قمة البغض. تقال العلم فيه فيه من مادة القلي، تعرفون القلي اللغة العربية بصح، قلي السمك في الزيت، تصير في البغض إلى حد كأنك وضعت على نار على زيت نارية. قال إني لعملكم من القالين، هذه وجاهلهم تمتجه إلى السماء، ربي نجني وأهلي مما يعملون. وفعل الله الرحمن الرحيم بهم أن حمل قراهم حتى سمع السماء نبح كلابهم وقلبها ثم ضرب بها في أعماق الأرض وأجرى عليها بحر الملح، البحر الميت، وهو الآن اليوم يندر بكارثة بيئية بسبب تزايد الملوحات فيه. لا في حيوان حي ولا في إمكان، بل يهدد البيئة التي من جواره. أعوذ بالله من غضب. إيش تريد أن آية منسوخة وتقول هذه فيها النص؟ واللذان يأتيان منكم، يعني هذه الوصية، يعني وهذا شخصية مرموقة يعني شخصيات الإسلامية، يعني قال هذه الآية تبدو وكان صريحة في الحديث عن يعني هذه الشيء، وهذا نعمل فيها باش لعله الباهية. تذكر دكتور الباهية هذا محمد الباهي في الغالب. الفائدة الثانية هذا التعبد بآيات منسوخة، يقول لك قصد القراءة أساسي في المنزل، ولذلك العلم في تعريف القرآن قالوا زيد هو وحي الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والتحدي والتعبد، فجعلوا المقاصد ثلاثة: بيان بين الأحكام، وتحدي المعترض، والتعبد تلددا به آيات الله الكريمات المنزلات. ولكل مقام، فالذي لا يصل إلى مقام البيان كالمفسرين يتعبد، والذي يصل إلى مقام الأدباء بخصوص وخصوصا اللغويين الذين يستطيعون يتحدوا ببيانين أن يثبتوا للناس كيف أن القرآن معجز بالبيان، يشتغلوا على التحدي ويشتغلوا على البيان. وكي تقول العلل لا تتزاحم، ومن مكنه الله من حوزي هذه المقاصد فليمد يده إلى الثلاثة
فلا يحرم من هذا القرآن أحد. ثم فيه أيضا إضافة إلى ذلك أنه غالبا ما يكون النسخ إلى تخفيف، غالبا كاين استثناءات يكون إلى تخفيف، فإبقاء النص المنسوخ يشعرك برحمة الله ورفقه بك أو بالذين من قبلك حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، فكأنك تقرأ من آيات المنة ما يجعلك تشعر بإحسان الله في مقام العبادة أو التعبد، فتقول الحمد لله على ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه. التدرج فهم منهج الله الحكيم في التدرج بالناس لنقلهم خصوصا بما كانوا به أو كانوا به متمسكين، كان لهم تحول إلى شبه طبيعة، فكيف ينقلون؟ ومن مناهج القرآن يزكيهم، قالوا التزكية الترقية على مراحل، ترقية على مراحل، كما في النبات زكى النبات، قال سقيته وتعهدته وضعت الشمال فزكى، لشروط تنمية ودفع الموانع يعني. فإذا تقرأوا فيه آيات الحكمة وتحمد الله الحكيم على التخفيف وتتعبد الله بالمتلو مطلقا. هل في القرآن نسخ؟ بدعة، كتب أحد وقال لا يوجد نسخ في القرآن، القرآن كله محكم. قلنا لا، أنت تخالف الإجماع كله. قال الآخر بقدر ما قال الآخر معظم القرآن منسوخ بآيات السيف وآيات الشدة والقتال، مقابلهم قالوا لا نسخة مطلقة. وأهل الوسط، ونحن أمة الوسط، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا قال عدولا خيارا، وسيجينا إن شاء الله في تفسير المسند تفسير النبي هذه الآية، قال عدولا أمة الوسط قال عدولا، ويكون العدل تاج الاستواء، تاج الاستواء. في القرآن نسخ بمعنى ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ مدعي فيه النسخ لا يثبت منه من تمحيص إلا قرابة بضع عشرة آية يصحح فيها التسليم بالنسخ. ووصل السيوطي رحمه الله إلى 20 أو 21 آية والبقية كلها محكمات. ومن ما يجمل به طالب علم القرآن أن يحفظ هذه الأبيات في خصوص المنسوخات، هذا منسوخ وما عداها لا يشوش عليك أحد بالقول بالنسخ، ولا لا توجد ضمن هذه فلا أقبل القول بالنسخ فيها. إذا احفظ المنسوخ إنه الذي يؤمن، لأن المنسوخ معناه لا يجيء منه الحكم، لا يصح أن يؤخذ منه الحكم، إنه منسوخ معناه أزيل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان في الإزالة، ففي النسخ إزالة وليس فيه نقل فقط، نقل الحكم إزالة الحكم. فهمتم يا سيدي؟ نعم. هذه الآيات المدعى فيها النسخ كما هي نقرأها مع الصوتي رحمه الله وفي بيت عندكم، أولها آية التوجه. تقرأوا هذه الآيات ولا نزيد نقرأها؟ لأن احنا نقرب لكم المادة بما يتيسر، وإلا فهذه العلوم ما يستطيع أحد ولا علم واحد منها أن تأتيها على آخره أبدا. نعم، قرأ سيدي. من عدد سير ليست تنحصر أكثر الناس في باب المنسوخ، وقالوا هذا منسوخة بآيات لتك، إذا وجد فعفو صفحتي طابري قال منسوخة بآيات سير، فعفو عنه مستغفر له ومشى منسوخة بآيات تجد، فأكثر الناس في وأوردوا آيات ليست تنحصر، وهذا ليس مذهب المحررين أبدا. زيد تبع وهكذا تحرير أي لا آي لا مزيد لها آي تحرير آي مضاف إليه تحرير آي هاك خذ اسم فعل تحرير هذا مفعول به باسم الفعل طبعا كمل درك الأصل فين الصدر ولا السطر، هو آيات بينة في صدور ولا في سطور؟
هو صاحب تجربة الحيوان. هذا هو صنع الذي قال وجد وكان لا يعرف ويتطبب في مسائل العشب فوجد الحبة السوداء في شيء بزاق دبابة أضاف نقطة فقال هي عندي الحية فأخذ يأخذ الحياة ويعطيها للناس دواء شافيا إلى أن مات ولا أباد قرية. قال فلما سيق للمحاكمة قال أنها وجدتها في الكتاب فإذا بي حك هذه فإذا بي نقطة واحدة الكتاب يضل الغمر أن الكتب تاجي تابع رشد. 20 حررها الحداق والخبراء. الخبراء والكبار. الكبار وقد تكون الكبراء ثم حذفت كبار الكبراء ثم على ما مما يجوز في باب القافية الشعرية فصار الكبار. نعم تابع الكبراء. آي التوجه حيث المرء. احنا في كل آية ماذا إن شاء الله تكون هي منسوخة نذكر ما ينسخه ما نسخه. آي التوجه حيث المرء ويقول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فتم وجه الله. هذه الآية يعني عند أهل العلم منسوخة. هذا أحد الأقوال ليس هو القول الوحيد. منسوخة أو خاصة. خاصة بنافلة السفر. خاصة بمن اجتهد عند التحير في تمييز القبلة فصلى لغيرها ثم تبين له أنه أخطأ. يحملون على التخصيص خاصة بهؤلاء. لكن من جعلها مطلقا قال هذه منسوخة بآية التوجه فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مرتين. فهي منسوخة بآية التولية وهي القاضية في الباب ومشروط القبلة وحتى في التلاوة آية التوجه حيث كنا للقبلة سابقة في الترتيب وهذه آسية بعدها. تابع زي محتضر أو محتضر لأهلي حيد الياء أجل الياء لأهلي وأن يوصي لأهلي مشي لأهلي لأهلي. نعم عند الاحتضار هذه يعني قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين مع العلم بأن الوالدين من الورثة فالوصية للوالدين إذن منسوخة بآية الموارد يوصيكم الله في وفيها ولأبويه لكل واحد إذن ما بقى لا يأخذ الوالد بالوصية وإنما يأخذ بحق الميراث وضح الشيخ فهي منسوخة. تابعت وحرمة من رفت مع رفت ماشي من رفت كيفاش الأكل من رفت كيف مع رفت يصلح إذا كانت ولا صحيح فمك إن الشجرة شجرة اللوز صحيح أنت صحيح عندك أنت استجغرافيا أنت صاحب علم الخريج ويشتغل بالمواقع ما عندك ذاكرة رقم كل عنده ذاكرة رقمية إذا رقم يقول لك بقي رقم ولم يحفظ الأتسة وعنده ذاكرة جغرافية ذاكرة الموقع دققت الآن عندنا تمام من رافتي ومن ترجع له تحتكم إليه يقول لك أنا ما عرفتي أنا ما عرفتي خرجها خرجها خرج أنا مش خرجها من الكتاب خرجها يعني قول شيء قول الآية أنت تظل يا قربتي من النوم وأنت تريد أن تنيم الآخرين قول قول وحرمة الأكل بعد النوم من رفت هذه ناسخة لها. أما هي ففي قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فدخل في كما صفة صوم المتقدمين وديانتهم فكان إذا نام الواحد منهم بعد صوم بعد فطر حرم عليه ولو استيقظ ولا يزال في الليل بقيا أن يأتي أهله أو يأكل إذا نام حرم عليه فهذه بآية كمان فهذه نسخت نسخ إذا معنى قوله كما بل بأي شيء بأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ليلة الصيام تابع
فدية مطيق الصوم، يعني قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة لأنها ظاهرة في تخيير المستطيع في أن يصوم ويفتي، وكان هذا في ابتداء الصوم، صائم قاهر مستطيع الذين يطيقون، ظاهر الآية، يعني ما لها معاني أخرى، نقول الآن حملوها على من؟ على الذين يطيقون يقدرون عليه، وكان هذا في الابتداء، لأن الصوم شاق، فسن به ما سن تحريم الخمر، هذا في باب الفعل وهذا في باب الترك. الذين يطيقون قاذرين، وقيل يطيقون يجهدهم، ليسوا مرضى، فهذا كأنه صنف له أن يفدي ويسقط عنه قضاء الصوم. ما نقول لا وكاين الآن نص النبوي وقال هذا خاص بالمرأة الكبيرة والشيخ. دعنا الآن مع النسخ والمنسوخ إلى حين تحرير المسألة من حيث الأحكام. فدية هذه منسوخة بقول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ووجه كونها ناسخا هو دخول في العموم المطيق وغيره، فمن شهد منكم الشهر، واستثني المريض والمسافر من بعدها، وهذا ليس واحد منهما فنسخ. تابع. وحق تقواه، قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. قيل إنها منسوخة بقول الله: اتقوا الله ما استطعتم. وهناك من قال لا داعي للنسخ، لأن بإمكانها أن تحمل على جهتين: اتقوا الله حق تقواه فيما يتعلق بالإيمان، اتقوا الله فيما استطعتم في شرائع الإسلام، لأنه لا أحد يطيح بشرائع الإسلام. في باب المعرفة اتقوا الله حق تقاته ما أمكنك، لكن في باب الشرع هكذا. وقيل اتقوا الله حق تقاته هو نفسه اتقوا الله ما استطعتم، لأن حق التقوى بالنسبة لكل شخص ما يطيق، فحصلت أنها ممكن أن تحمل على هذا الشيء. نعم تابع جدا. للأولى حيث أجيل الواو تاني كان شيء الأولى للأولى للأولى كفر، أي الذين كفر. الأولى بمعنى الذين، جمع الذين، الأولى الذين، جمع الذي الأولى الذين مطلق، هذه من جموع الذي، الذي يجمع على الذين ويجمع على الأولى بدون واو. الذين كفروا قسما قبلنا وفي الحرام قتال، يسألونك عن الشاي الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، في الآية تحرم القتال في الشاي الحرام، هذه منسوخة بقول الله: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، كيف؟ انتهاك بانتهاك، والحرمات قصص، لأن الحرمات ننتهك حرمتها، لكن إذا انتهاكوا حرمتها نتركهم يستغلوننا، قل سيدي احنا لا عندنا حرام في الشهر الحرام، وترك العدو يفعل ما يشاء، لا يجوز أبدا. فمن اعتدى عليكم اعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لو قتلوا أبرياءنا نقتل أبرياءهم، هل هذا معنى معاني الآية؟ المثلية هنا خاصة بدليل ما بعدها: فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، محطي وهو: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا على من لم يقاتلكم. فهم شوية بدأت تستمت، إن الإنسان حين يكون فيه زيغ كما الذي يتصيد المتشابه سهل أن يضل. ثم عندك شيء آخر، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمثل بالذين قتلوا، والمجتمع مدني، نزل قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم بمثل ما عاقبتم به. وجاء الحديث: ونهى صلى الله عليه وسلم عن المتلة، فلم يمثل أحد بمن قتل أحمد، تمثيل حرام، والذين جوزوا التمثيل قال هذا جوزوا لعلة أخرى، وأنا لا أراه جالسا. نعم تمشي، وليسوا بقدوة لنا، تبقى بأخلاق المسلم، المسلم حتى في قتال عدوه لا تقتل امرأة ولا طفلا ولا تحرق شجرة ولا شيء، لا لا تخرب. القتال عندنا إنما هو لدفع الصائل، دفع المعتدي، أو لرفع العدوان عن الدعوة إذا كان مسلطا عليها، لإقرار الحرية، حرية
حرية المؤمن أن يكون مؤمنا، لأنه قاتلهم حتى لا تكون فتنة. معنى فتنة إكراه على غير الإسلام، دورت. أما أن يكون هناك تدين آخر فمن الدعوة مدى ستكون؟ ستكون الدعوة بالسيف؟ حتى لا تكون فتنة قال صنع الله عمره وقد قاتلنا حتى لم تبقى فتنة. فجاء الخوارج في إبانها وإبان الوقوف في وجه الأمراء واغتيال الخلفاء الراشدين وما نشاء من فتنة، فأرادوا هؤلاء الكبار أن يحرفوا مع نصره. قال أنت تعلموني ديني؟ صنع الله بن عمر يقول لسائله، قال والله لقد قاتلنا مع النبي حتى لم تبقى فتنة، أي لم يبقى إكراه على المؤمن، فكيف تقول الآن قاتل حتى لا تكون فتنة؟ هذه عين الفتنة. هو يقول هذا في زمن الخطر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج باكرا، رد بالك هيك تنسى. وسيجيء في المفسر من حديث المسند المرفوع إلى رسول الله، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قال هم الخوارج. انظر الحديث إذا بيت تردوا من حيث إسناده ولا شيء، النبي سماهم تحذيرا منهم. تابع شيء قلنا نعم الاعتداد بحول. كان المتوفى عنها عدتها حول مع المتعة، معنى تعدد حولا وتمتع بمال الزوج إلى حين تنتهي ثم تأخذها نصيبها من الميراث. وفي قول الله تبارك وتعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى نهاية الحول غير إخراج، أي مع السكنة يتمتعن ويسكن غير إخراج من بيوتهن حتى السكنة تتمتعوا بها. هذه نسخت بآية الذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. تابع سيدي حديث الذي الآية التي فيها إدانة حديث النفس الخواطر. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسب تبدوا ما، فوقع على العزم والنية والخاطر والهاجس وكل صور الشعور إلى أن يصير عزم، مع أنه نحن لا يؤخذ الإنسان إلا بما عزم عليه. وحتى في قضية العزم ما لم يقل أو يتكلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدت بها أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، يعني حتى يترجم ذلك فيه. هذا من لطف الله تبارك وتعالى. وذلك في الآية التي بعدها ربنا لا تؤاخذنا قل ولا تحمل علينا كما حملتها الذين من قبلنا. نعم تابع سيدي. والحلف سكن حتى يتزلون حلف والحلف. والحلف هو الحبس للزاني. نعم والحلف هو الحبس للزاني والذي سبق لنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا الحبس للزاني. تابع الحلف. الحلف هو ذلك يحبسونهما من بعد الصلاة في حلفان بالله. هذا أيضا أعتقد أنه من شخ تنعد النظر هذه المسألة تحت الحلف. آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري شيء. لون من ألوان الحلف حتى من غير المؤمن كما تسمى بأيمان القسامة. أيمان القسامة أيمان القسامة هذه قال ويرد بها على الكافر، فكيف يحلف الكافر؟ كيف تقول بأن هذه فيها نسخة إن شاء الله ننظرها من بعد. تابع. شهادتهم ترك الأولى كفروا شهادتهم أو ترك شهادة الأولى كفروا. شهادة كان احنا شهدوا ذوي عدل منكم مؤمن، وذوي عدل زيادة في كونهم منا بنعت العدالة. ذوي عدل نعت بالعدالة، وهو لا يتهم في دين
والعدل عند من يتقي الكبائر ويجتنب الكبائر زيد ويتقي في الغالب الصغائر، هذا لا يتهم فيه. لماذا؟ حتى لا يكون مظنة لأن يكذبون، وأن يكون منكم أي مسلما، لكن لم يكن هذا مشروطا في في فيما يتعلق بالإشهاد في السفر. أو قال تعالى أو آخران من غيركم، من غيركم ليس مسلما كافر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أو فخشيتم أن تفوت الوصية ولم تجدوا شاهدا فخذوا ممن ولو كان كافرا، لكن هذا انتهى أن نسخ بشهادة العدلية. تابع شيء. والصبر والنفر، النفر والنفر ثم فتح لأجل إقامة الوزن. الصبر آية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذه يدخل في أن الواحد يصابر 10، هذه نسخت بقول الآن خفف الله عنكم فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا في الواحد يصابر 2. وهذه المسألة اليوم لا تكيف، هل يصابر العدد أم يصابر العدة؟ أنت تقام واحد ومعه عدة 20، تأتين فهمت النقطة؟ هذه مسألة كيف والفقه. تابع. والنفر انفروا خفافا وثقالا، تفسير الصحابي شيبا وشبابا، ضعافا وأصحى، هذه نسخت بقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، حرج في ترك جهنا يأمرهم النفر. تابع شيء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني من ظاهرها أنه لا يحل العقد على زان ولا على من زان ولا على زانية، من زان على محصنة ولا من زانية على من محصن على زاني، هذا ظاهر التحريم. لكن هذا قال العلم الشيخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام أيم؟ الأيام التي لا زوج لها أو الذي لا زوج له، فيها معاني كثيرة، هذه ليس بنا، أنت مفسر مجتهد، يلا طب هذه الآية كانت مطرحة معترك تاع كبار، خذ الآن غير ما قيل بنسخه. شوف زاني لا ينكح إلا زانية إذا حملتها على النفي، فمعنى هذا لا يصح أنت تعقد على زانية، ففي مسألة لا تتعرض لحكم، لا تتعرض لحكم إطلاقا، لا يكون هذا. رجل يريد أن يعقد فهو يختار من يقترن بها، فلا يأتي بملوثة، يعني لا، الزاني لا ينكح إذا لا ينكح إلا زانية، أما المؤمن فأحرم ذلك على المؤمنين شرعا. ومعنى هذا هل الزانية المقيمة على الزنا أم الزانية التي تابت؟ ابن عباس جاءه رجل يقول له زنيت بحياتي ثم تبنى إلى الله فأردت العقد عليه، فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، فقال ابن عباس أنكح يعني يعقد عليها، وما كان في من إتمين فعليا، ليس هذا في هذه، وأخذ يرفع صوته، من الناس يفسرون الآيات أمام الحبر تفسيرا آخر، ليس من كان مذهب آخر. لكن لو بقيت مشهورة بالزنا لأنه التوبة تجب ما قبلها وتجب معناها كفارة وزائحة للوصف، فلا يجوز لك لمن كانت زانية تصفها بالزنا بعد توبتها، إجرام هذا قذف، إلا الذين تابوا فلا يجوز أن تنعتهم بالوصف الجاهلي، يحيى لك تقول هذا كان ضال وجاهلي وكذا وفي الفساد وبعد ما استقام، تقول الآن أعوذ بالله، أعوذ بالله. وما أكثر الذين يبحثون عن هذه الشيء، والبارح كان كذا وكذا وكذا، أعوذ بالله من غضب الله. تابع شيء. قال لك لا خير في أمتي لا تفرح بعودة العابد ولا تخف لعترة الحاجر ولا تقيل زلة العالم، أمة خربانة، تعرفوا خربانة باللغة الشرقية، لا أمل فيها، يعني العائدون التائبون ممن كانوا على ضلال وانحراف من مطربات ومغنيات وكتاب وروائيين ومذيعين وشباب عام وغيره، لا يفرحون إذا رجع، أما هذه الناس يتحفظون من التائب اليوم رجع يجي لكل أولاد، بارح بنى على الشاشة
بعد جاء تائب وجاء إلى الله. لا تفرحوا بتوبة التائب ولا تقيلوا عترة العالم. جلت لا لا ترحموا العالم. اخطأ باجتهاد، اخطأ في موقف تنتظروه، لأن من قبل كانت تتخر رصيدا من الحسد هي مريضة به أصلا، لأن أهل العلم وأهل التمييز هدو يمنون في كل زمان. ما قرأت كتاب لعالم من علمائنا إلا وجدت في الصفحة الأولى شكاية من الحسد. وأخيرهم سيدنا المكوجي الذي قرن الألفية بشرحه له أحد النظم في الصرف، وهو مسكين لا يزيد عن الطلبة إلا أنه أعطي بيتا متميزا لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه، فأعطي البيت المتميز وكان مرجعا في النحو. فقال كتبت كتابي على قلة المعين وحسد التلميذ والقرين. مقدمة تلميذه وقرينه، دعك من الذين أشار فأشار البعد. لا يقيلون عصرة العالم ولا زلته. هذه كلمة الصديق أبو بكر الصديق، أنا من صنعت جنة في مصنع الجريق. أما لا تفرحوا بعودة العائد ولا تمدوا يدها لرد الشارد. تفرح هي ما فعل شيء، هذا عائد بإذن الله وتوفيق منه بسبب ما، وترد الشر هي لا تحاول أن تسعف أولئك البعيدين بدعوة بكلمة بسلوك موقف. همس في أذن حواء، صحيح مسار النساء همسة في أذن حواء. أنا يعجبني هذا اللون من الواني دعوة. الناس كانوا يصححون مسار بعض أخواتنا، فكانوا يخطئون في علاقتهم المنزلية والبيتية والعشرة مع زواجهما، ولكن الأنثى إذا خطبتها في زوجها زعلت خطبت. فكان يأخذ عنوان النصح همسة في أذن حواء تلطفي. هذه أنا وين مأخوذة من الوحي. القرآن حين يريد أن ينصح والله ربنا جل في علاه يمهد للنصح بكل ما يكون أدعى لقبول المنصوح. شوف يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. هذه الآية مقدمة كل ذلك، لا ترفعوا أصواتكم، الذي ممهد نداء بالمستدعيات لتمام الإقبال ومناداتهم بأحب وصف وهو وصف عتريمة. ما جرده يا الذين آمنوا جاءكم فاسق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هم بصدد تلبس بما لا يجوز وترك لهم وصف الإيمان وناداهم به في مقام النصح. ينادي عليه ايش؟ تعال يا منحرف. خطاب قرآن هذا جيد. تعال يا طائشة يا زائغة يا فاجرة يا من هي من أهل النار بالنص القطعي ويتقطعت. هذا يقول أدرج لسبيع الشيك، هذا أنت تسئل الدعوة أكثر مما تحسن إليه. لك سيدي بمثل هذا يرد الناس، يرد الحمير، أما الناس لا يردون بمثل هذا. الله رب العالمين صاحب القهر يردهم بالخطاط، ما هو لا يرد به الحمير. ومعنى الحمير أنهم يقيمون بقدر إرهابك حتى إذا رفعت العصا عادوا إلى فسادهم بأشد مما كانوا عليه، ولا اقتناع عندهم بمثل ما تقول. تابع كمل. وما على المصطفى في العقز محتضر أو محتضر أحسن بالضبط، معناه ممتنع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت آية فيه تمنع أن يتزوج، لا يحل لك النساء من بعد، ولكن جاءت آية رفع ذلك بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آت وما ملكت يمينك تطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقى عنده مما حضر عليه شيء. قل ودفع مهر لمن جاءت من المؤمنات المهاجرات المتحنت. دفع مهر لمن؟ لزوجها. من أراد التزوج بها منا فيرد مهرها إلى زوجها الكافر. هذا منسوخ. قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار إليكم مثل ما أنفقوا عليهم. هذه نسخت بآية الأنفال والغنائم
في كل ليس بارك. هذا يقول الليل كل أنفاله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأربعة وخماس لكم وضمنها من كانوا كذلك. فلا يجوز أبدا أن فناد الذين يقولون بالنسخ يقول لا يجوز يعني لا يستحقون أن ترد إليهم أمورهم أبدا. والذي جعلها محكمة يقول هذا من سماحة الإسلام في مثل هذه. هذه لا تريد هذا الكافر وجاءت إليك وأنت تريدها فلا بد من ماشي طمهرها هي ترد طمهرها إلى زوجها. تابع الشيء رسالة فيها سلم وفيها أمان أن هذه ليست بنسخة. تابع الشيء آية النجوى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. هذه نسخت بمعدها قيل هذا من المنسوخ الذي لم يعمل به أحد. يعني شرط النسخ أن يعمل به على الأقل واحد. هذا بسرعة ما نزلت الرحمة بعدها مباشرة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. تابع شيء قيام الليل كان واجبا على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتدائي الدعوة. يقول تبارك وتعالى قم الليل إلا قل وطائفة من الذين معك. ثم من بعد علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. فنق نسخ إما بفرض الصلوات وإما نسخ إلى الاستحباب بقراءة المتيسر أي بالصلاة بالمتيسر. فكما أطلقت الصلاة على القراءة في قول الله ولا جار بصلاتك أي بقراءتك أطلقت القراءة على الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاته وأطلق هنا فقرأوا ما تيسر منه أي صلوا بالمتيسر. فحصل أن فيه نقل من فرض إلى ندب. نعم تابع شيء وزيد زاد بعضهم على 20 آية لاستأذنكم الذين ملكت إيمانكم الرقيق الذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وإن ميزوا يعني يمكن أن يطلع على العورة ولكن لم يبلغ الحلم. فهذه آية الاستئذان في المواطن ثلاث عورات لكم. نعم قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يقول بعض العلم أنها منسوخة بآية التي فيها قل آية عدم الاستئذان قل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا. قالوا أنها دخل في رفع الجناح في الدخول ولكن الراجح في هذه أنها لا تزال على 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 غير منسوخة بمعنى محكومة المعنى. نعم تابع شيء لمن حضر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من يسمى بالردخ ردخ للحاضر من القسمة. قال منسوخ بآية المواريث. وقال لا والمراد به للقربى الذين لا ميراث لهم والذين يسمون في علم الموارث بذوي الأرحام. ذوي الأرحام من جهة الأم الخالة وابنها وبناتها والذين لا يرثون من هذه الجهة. فهذو لو حضروا يردخ لهم والطبع بإيدين من الورثة أنا يعطاهم بعضا منها على سبيل التخفيف عليهم وكذا وإشراكهم في العصا وهذا يعني يبدو وجهه حسن فضل من القول بالنسخ. اللهم إلا نحمل أولي القربى على أن الورثة فيكون قضية آية الموارث فارضة نفسها في الباب. تابع شيء نعم. إذن معرفة المنسوخ تنحل إن شاء الله إذا علم أن المدعى في النسخ المحرر منه لا يتجاوز هذه الحدة التي 20 أو بضع عشرة وإذا زدت التحرير نقصت إلى حدود 13 آية. هذه فإذا يبقى معظم القرآن محكم مستمر الدلالة فلا إذا احتقنا بآيات الأحكام لأن محل النسخ هو آيات الأحكام آيات الأمر والنهي والخبر الذي يراد به الأمر والنهي. أما الآيات هي خبرية في معناها ولو كانت أمرية في صياغها كقول اعملوا ما شئتم أمر يراد به الإخبار عن أو التهديد فهذه لا يجوز أن يتعلق بها النسخ. لما؟ لأن النسخ ادعاء نسخها ادعاء جويز للخلف في خبر الله وعدم الصدق. فلا يمكن يجي أحد يقول لك سيدي
آية إخبار، قل إيش؟ نجيب شيء آية فيها الخبر، الله أخبر بها، قال خالدين فيها أبدا، يقول لك هذه منسوخة بقول الله إلا ما شاء ربك، قل لي النسخ لا يدخل الخبر، وإنما هذا عندنا من المتشابه، وعندنا يجب الله آية الآن وضحت آيات بالعشرات خالدين فيها أبدا، وهو يتعلق بواحدة فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، معلقة بالمشيئة. قل يا سيدي هذه ليست منسوخة بهذه ولا مخصصة، وإنما المراد بها كما قال أهل العلم هذا تعليمنا كيف الأدب في مسائلها مع الله جل في علاه. الله يستثني فيما يعلم، فيما يعلم لنستثني نحن فيما لا نعلم على الأقل تأدبا، فالله يعلمك أن تستثني فيما لا تعلم، قل إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، نحن فينا القطعية. ثم أيضا للإشعار عقديا بأن هذا الأبد في النار أو في الجنة هل يجب على الله بالذات، وإننا شيء كتبه على نفسه من باب رحمته، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا تقدر تخاطب الله تقول هذا شيء يجب عليك، إذا تأليت على الله أسقط اعتبارك، ما لفلان يتألى على الله يقول فلان لا يدخل الله الجنة قال أنت في النار، قال عبد يتألى علي يقسم على الله يقول لي هذا خصك تدخله أنت لهنا، هذا سفاهة سفاهة، تطاول تطاول أحيانا من المتعبد، وهذا يدل على عدم التزكية، ما تصفاش، إن لا تكسبه الطاعة والعبادة أدبا وقربا وحبا هذا لا يستفيد من عبادته، إن العبادة عندنا في الإسلام معللة بالحكم، أقم الصلاة للذكر، أقم الصلاة الصلاة تنهى، كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون، اكتسب التقوى خوفا ورجاء وحبا وإيمانا وارتقاء للصوم، تجوع للجوع، هذه ما عندنا فلسفة فاضية، نجوع للتعبد غلط، الله مستغنين عن تعبدك لجوع، لكن الله يضع هذه الحكمة بين يديك لتقصدها بالعبادة، أنت المستفيد بالعبادة لا الله، ما يسوي الله بإمساكك، ما يسوي الله، أنت المستفيد. والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، سوق الذكر، إقامة سوق الذكر، العج والتش، تحويل الإيمان بالغيب إلى عالم مسموع، لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله، هي لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، جئتك وأنا أطوف مطاف أنبيائك وساحت طلبتني وأتحرك حيث كان أولياؤك يتحركون، وأخف متى ما دعوتني لهم من وغدا عرفات وبعدها نزل بمنا، وأنا في متنقلات في معسكرات إيمانية، ماشي هذا لا يقول هذا صافي، وهذا التجرد من المخيط، يريد الله عريك إيش تفهم عن الله، يريد الله أن يعريك بلباس الكفن، يحسسك بأخوتك ويرفع الموانع بينك وبين أخيك التي قد ينسجها الوهم المسمى هيئة، خلف ورد نزول في محل واحد، شعيرة جمعية فيها صراخ في الوقت اللي فينا الذكر خصك تخفيه، تما لا أفضل الحج العج والتج، افضح عبوديتك لله ببكائك بصراخ وأنت مشترك مع غيرك، لسنا ما يخاف الرياء في المنفرد تصنعها وحدك، أما إذا كنت مع المشترك إن شاء الله حرج عليك، كل الناس يفعلون هذا، كل الناس يدعون بعرفات، كل الناس يبكون، كل الناس يسجدون، كل الناس يطوفون، إذا لا يمكن أن تتميز بشيء أنت مع إخوانك، فلا يدخل وسوس عليك الشيطان مداخل خفية، ومن فقه التزكية حفظ مداخله ماذا قلنا شيء من أين خرجنا لهذا؟ قل
من أين خرجنا أولا؟ ضبط لي الباب. حكمة التعبد من أين خرجنا؟ لا لا لا، علة فقهية للقياس. علة الفعل بمعنى الباعد. الله تبارك وتعالى لا تعلل أفعاله في العقيدة بمعنى بالمصلحة التي ترجع إليه. فعل الله منزه عن الغرض ومنزه عن العلة، وإنما هذه فيها إبانة للحكمة منها لتنتبه إليها وجعلها ميزان الاعتبار بين يديك. لما قال العلم ليس أحدكم عن نفسه إلا هذه القربة، بعد شوف إيش يقول لك. إنما الخمر والميسير والأنصاب والسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير وليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شو التعليلات كلها؟ إذن أنا بالنسبة لله نعللها بعلة واحدة، هو إرادته رحمتنا، لأن الله قال في الشريعة كلها بعلة واحدة، إنا كنا مرسلين رحمة، هذه كافية. فهي العلة رجع إلى كمال الله ورحمانيته، فهمت؟ فانتهى مشكلة لا تعلل الأحكام فاضية. هذه بيان للحكم اللي هي ثمرات الحكم والتي يراد إظهارها، نعم، فيما لم يذكر الشرع حكمته استنبطها العلم، هذا فيه نظر تسلم به ولا تسلم مسألة أخرى. مع أن أهل العلم طردوا ذلك فقالوا ولا يوجد ولا في التعبدات إلا ولا ثمر، هذا يوجد استقرار. وذكرت حجة الله البالغة للدهلوي تجد العجب العجاب، أما إذا قرأت مقدمة سيدنا الشاطبي في الموافقات تقف على أنه يريد أن يعلل حتى الكرامة والمعجزة، وهذا شيء خليه من بعد إن شاء الله. تابع يا سيدي. نعم، إذن انتهينا في مبحث العلوم المتعلقة بالنص في علاقته بالحكم، من أين يؤخذ النص، من أين يأخذ الحكم الشرعي؟ يؤخذ من آيات الأحكام. إذن فكنا هنا نشتغل بالآيات التي تفسر وهي من آيات الأحكام تحديدا، كالذين كتبوا في آيات الأحكام وفسرونا، يسمى بتفسير آيات الأحكام، تفسير ابن عربي تتبع، تفسير القرطبي، تفسير الذين اقتصروا على تفسير الآيات. العلوم التي تخدم هنا تقتضي بيان حال النص، نص ناسخ ومنسوخ، محكم متشابه، مجمل أم مبين، مطلق أم مقيد، كلها تبينات حتى تقف على الجهة التي يؤخذ من الحكم، كما في المنطوق المفهوم، منطوق أو مفهوم، بمعنى أنه هل يؤخذ الحكم من منطوقه أو من مفهومه، الجهة تحت أخذ الحكم، هل دلالة على الحكم هنا واضحة كما في المحكم أم خفية كما في المجمل، المشكلة كما في المتشابه. تصنيف النصوص باعتبار وضوح الدلالة واستمرار الحكم وعدمه كما في النسخ والمنسوخ، وبيان جهة أخذ الحكم كما في الناطق في المنطوق والمفهوم. ثم ترك مبحثين يتعلقان بعلمين شريفين يتصلان بهذا المبحث ولكن اتصالا غير مباشر، وهو بحث المقدم والمؤخر وبحث ما يوهم الاختلاف والتناقض. وهذا كلها رجع للدلالة، لأن إيهام الاختلاف باعتبار الدلالة والمعنى، هذا النص مختلف، وقد يقول بعضنا يدعي متناقض فكيف ندفعه هذا الاختلاف. وقلنا أيضا هذا من قبيل المقدم والمؤخر، أي أنه مشكل ما لم يخرج على التقديم والتأخير. وبما أن هذا بحث بسيط جدا في الدلالة فنذكره إن شاء الله ونجعله خاتمة. إذن معرفة النص في وضوح دلالته واستمرار حكمه وجهة أخذ الحكم منه، وكون جهات الإلباس قد ترجع للتقديم والتأخير كما في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال للعلم هذا النص من قبيل على تقدير التقديم
الحمد لله أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. هذا نص. ومثلوا بآيات أخرى فيها التقديم والتأخير. منها قول الله تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. تقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. فهذه لا بد من تقديمها حتى يتضح. فتقول أنا هي من المشكل حتى تخرج على أسلوب التقديم والتأخير. ومنها في سورة البقرة أن القرآن بدأ بسرد الحديث عن البقرة. قال تعالى: قل من أين بدأت قصة البقرة؟ وإذ قال موسى لقومه: الله يأمركم وتذبحوا بقرة. وفي نهايتها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فالله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه هي بدء القصة. فقالوا هذا على تقديم، على نية التقديم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم تدافعتم فيها فسألتم موسى أن يسأل الله أن يدلكم على قاتلها فقال لكم إن الله يأمركم. ومن غير هذا سيقول الباحث: وما المعنى من وراء ذلك؟ هذا بحث قام ببعض البيانيين ووقف على وجوه من الإعجاز الغريبة. كيف هذا التقديم هذا الذي يبدو أحيانا على خلاف النظم النحوي، النظم الأساسي لجمل النحو؟ جملة النحو تقتضي أنه لا يؤخر هذا ومحله التقديم. واضح سينا؟ لا أبدا. هذاك يسمى عندهم بأسرار التقديم. هذا مبحث بلاغي، وإن أدرجه في مقدمة مؤخر، ليس في المقدمة مؤخر. قد يدخل في المقدمة المؤخر قلب العطف وقلب الإسناد أحيانا، كقول الله: ثم دنا فتدلى. هو تقريبا ثم تدلى فدنا، لأن التدلي علة له، علة في الدنو. تدلى فدنا، تدلى فدنا. فقد يدخل هذا فيما يقدر بالتقديم والتأخير لفك إشكاله. واضح زين؟ ثم عندهم ما يتعرضون فيه لفن التقديم في باب البلاغة هو أدرجه وأخذ من كتاب لابن الصائغ اسمه المقدمة في الوجوه المقدمة أو في الأسرار المقدمة، في أسرار أو في الوجوه المقدمة. ذكر فيه حوالي 10 وجوه لتقديم ما حقه التأخير، وهذه كلها وجوه بيانية. مثلا: لماذا قدم عزيز على حكيم؟ هذا من باب تقديم السبب، لأن العزة، شوف، العزة علة في الحكم. إنسان حين يعز ويقوى يكون حاكما، خصوصا إذا فسرنا الحكيم بمعنى الحاكم، عزيز حكيم، عز فحكم، فيكون هذا من باب تقديم السبب. إذن عندهم أسرار في الأسباب، وأنا أخرتها إن شاء الله إلى مبحث البيان في أسرار التقديم. وإذا شيء تمر فيها ففيها أن يتم بدأ بعلة التبرك في بسم الله، وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وأصلها مجراها بسم الله، لأن الفعل عندنا يتقدم على متعلقه، لكن قدم اسم الله تبركا. قل لي بسم الله كتبت، هو الحق كتبت بسم الله، لكن لو قلت بسم الله لما قدمت؟ قال تبركم باسم الجلالة العظم، لأنه هو الأول والآخر. التقديم حتى في الابتداء تبركا باسم الجلالة، نعم، وإشارة إلى أن مقامه هو التقدم، نعم. تابع شيء. ومعاني التقديم أشياء كثيرة ذكر عشان إذا أردت أن تسردها أنا، لكن لم يبقى في الوقت متسع. أعتقد كم هذه الساعة؟ كم الساعة؟ 10 إلى 10، باقي شوي قليل. قل لنا هذه الوجوه العشرة، قلها. هذه وجوه 10 من أسرار التقديم، ولكن لا تدخلوا فيما يرفع إشكاله على نية التقديم والتأخير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه الكثرة، التقديم الأكثر. فمنكم، لم يقل ومنكم مؤمن، لأنه ما وجدنا لأكثرهم عدوا وجدنا أكثرهم لفاسق، فقدم اعتبار للكثرة. تابع قل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ترقي، لأن السنة سابقة للنوم. فهذه فيه بدء تقديم السنة، لماذا؟ لأنها يتتقدم، فهذه رتبتها من جنة وللترقي لما هو أعمق.
لأنه قد يأخذ الإنسان السنة ولا يأخذه النوم، وقد يأخذه النوم بغير سنة. فالله منفي عنه ما يضاد قيوميته وحياته من أنوان السنة وألوان النوم جل في علاه. تابع قل ومنها رعاية الفواصل أحيانا قد كما تقول في موسى قل خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، والأصل فأوجس موسى في نفسه خيفة، لكن أخر هنا وقدم ليس الفاصلة، الفاصلة ألفية فأوجس في نفسه خيفة موسى، لاحظت ولا لا؟ تقدمون ثم قل إفادة الحصر وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبل الرسول أو العكس. تابع على العذاب لكونها أسبق، لكونها أسبق كما في قوله تبارك وتعالى إن ربك زيد قل ربي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي تقديمها للسبق. وقد يتأخر هذا وينعكس ليش؟ لمناسبة المقام في التوعد إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم كما في آية الأعراف في ختم الأعراف. الزانية والزاني والسارق هذا التقديم لكونه في أحدهما أظهر وأغلب في باب الزنا قدم الزانية لأنها هي الأصل في باب هي السبب نعم وكذلك وفي باب السرقة العدوانية في الرجل السارق والسارقة فقدم السارق على السارقة للعلة هذه وقدم الزانية على الزاني فالتقديم هذا فيه أسرار بلاغية وليس من نوع ما سمي بالمقدم والمؤخر للإخراج من الخروج من الإشكال كما تقول هذا. تابع زي إذن هذه وجوه عزراء ضمنها كتابه صاحب المقدمة لابن الصائغ رحمه الله تبارك وتعالى. عندي رجعة قصيرة إلى بحيث بحث صغير تقدم لكم وهو ما يستعين به المفسر من قواعد الإعراب. لما تكلمنا إذا تكلمنا على علوم الإعراب عقد إمام السيوطي رحمه الله فصلا في قواعد مهمة يحتاج المفسر إليها وأورد فيها في الأصل زها 20 قاعدة بدأها بقاعدة الضمير وأنهى بقاعدة العطف وفي المختصر جملة لا بأس منها لأن نذكر بها. أولها قاعدة في الضمير أو قواعد في الضمير ذكرني بها. الأولى أن الضمائر مبنية على الاختصار هذا الأصل في وضعه ولذلك ضمائر المتصلة أكثر اختصارا من المنفصلة فأنت فقمت وقمت ولي وعندي وكرمته لها فيها كرمته ليس مثل إياك وإياه وأنت وهو ونحو ذلك فهي قائمة بحيث تصل إلى حرف واحد حرف واحد كالتاء المتكلم وياء المتكلم وياء المخاطبة تصل إلى حرف وليس وراء الحرف اختصار ليس وراء اختصار إلى حد الحرف اختصار حرف ضمير. إذن وضع الضمائر في الأصل على الاختصار ينبني على هذا من قواعد أن المتصل مقدم على المنفصل حتى في نفس الوقت وهو القاعدة يقول فيها ابن مالك رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل إذا أمكنك المتصل فلا تجيء قل أكرمته لا تقول أكرمت إياه وأنت ممكن تقول أكرمته لا تقول أكرمت إياه هذا من كل ما سألتموه سألتم إياه سألتموه إلا في مسائل معينة كما إذا كانت بعد الاستثناء أو في المفتتح إياك نعبد لفائدة الاختصاص إلا إياه نعبد إلا إياه لفائدة الحصر المعروفة. إذن هذا هو اللي جعلنا نختار الضمائر على غيره. ومن عجيب أمر الضمائر في آيتين نبه عليهما آية تكرر فيها الضمير المتصل 25 مرة وآية ناب فيها الضمير عن 25 اسم ظاهر. شوف آية تكرر فيها الضمير 25 مرة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن
واحفظنا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 25 ضمير ليش يجون تحقيق رجع على المصحف وضع سطر تحت الضمير. أنتم تحققون في الأرقام. أنا أجهز أنا وعيت ذاكرتكم لا تنفلتوا. شوف لن تنفلتوا إن شوف. أما الأخرى فيقول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم شكلها طوت. أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. تضحك هذا كاللغة قبل أن تعرف لها كان ستقف أنت وتدور على حمارك 10 مرات لتستخرج هذه الجملة. فهمت قبل أن تعرف الضمير. لاحظنا أنه دائما الإنسان حين لا يدري صناعة الأوائل يخصص قيمتها أو المكتشفات. بعد ذلك قلت لي قال لك جاء واحد قال المقل معري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطع الأوائل. فقال له زد حرفا الناس قد وضعوا للمعجم 29 حرفا فهلما اتيان بواحدة تكمل 30 فمن لم يمتلك رابعها مات الفتى مات قتله هذا لأنه تحداه بشيء يسير. تعرف هذه العلوم كم هي تابعش هذه واحدة. ثم من أبحاث الضمير وقواعده في الإعراب أنه يعود على أقرب مذكور. هذه القاعدة ما لم يصرفه داع يعرف من سياق يرد الضمير إلى أقرب مذكور سواء كان ملفوظا أو ملحوظا أو معروفا من السياق أو متضمنا في فعل سبق. مثل الأمثلة شوف ونادى نوح ابنه هذا الضمير يعود على مذكور معين. اعدلوا هو أقرب أي العدل العدل. وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي المقسوم ولا ذكر له. ذكرت القسمة أي المقسوم. حتى توارت بالحجاب لم يرد لها ذكر قبل. ولأبويه ما ذكر الميت في آية الموارد. ولأبويه أي الميت بدليل السياق الحديث عن الموارد وعن الوصية وعن نعود اللهم إلا أن يكون شيء يصرف عن ذلك. نعم مثلا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا. سيئ بهم وضاق بهم سيئ بهم قال الضمير يعود على اللص على قومه أهل لوط. وضاق بهم أي بضيوفه هو مكرم لضيفه ولكن ضاق بهم نزلاء عليه وهم يتعرضون من التحرش. سيئ بقومه وضاق بمن فدنا هذا إلى تفكيك المعاد. هو عندهم مما يسيء إلى النظم ويتحاشى ما أمكن ما لم يحتمه المعنى كقوله تبارك وتعالى لأم موسى فقدي فيه في التابوت فقدي فيه في اليم. هذا قدي فيه الأولى موسى والثاني التابوت. ولو رجعنا إلى موسى على اتحاد النظم قد فيه موسى في التابوت ثم خرجه من التابوت وقد فيه في اليوم ما يجي على ادعاء توحيد النظم توحيد المعاد لأن هذه الشيء قد يدافع عليها أهل النظم. وقوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لو قلنا بتوحيد المعاد نرد الهاءات كلها إلى الله وعليه في التعزير هنا التوقير والإجلال ولا مانع. ما لكم لا ترجون لله وقارا لا توقرون ربكم فيكون التعزير مستفاد. ولكن لماذا لا نفكك الضمائر لأنها جمعت فيكون من باب رد كل شيء
لتؤمنوا بالله ورسوله، زيد، وتعزروه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه أي الله. والمعاد هنا يتعين بدلالات السياق، صلاة التسبيح من خصوصية الله، والنصرة وإن كانت مشتركة نصر الله ورسوله، فإن هنا ممكن أن ترجع إليهما، ممكن ترجع لأحدهما. نعم سيدي. أينا؟ ولكن بقوله تعالى يوفون بالنذر يدل على أن معرض واحد. نعم جائز جائز. يفجرونها لا سميت فجر إلا علمت بأن التفجير لا يدل فقط على الحفر، فجر الشيء إذا أجراه. يشرب بها عباد الله، يفجرونها بشرابه بقدر ما تأخذ منها تنبعث. فهذا اللون الملواني، ملواني المداد المستمر، ممكن أن يحمل على أنه المعهد واحد. يعني احنا لا نتكلف هذا اللون الملواني الفصل حتى لا يستقيم لنا النظم بالعودة إلى معهد واحد. فلو حملت أن يشربوا بناها يفجرونها، هم في حال شربهم، لأنها عندنا جملة فعلية جاءت يشربوا بها بعد المعرفة فتفسر حالا، أي يشربوا بها حالة كونهم مفجريها، والحال والأصل فيها المصاحبة إلا إذا منع مانع فتقدر، تكون حالا مقدرة فيجيء منفصلة عن صاحبها. يشرب بها أي يروى بها، ولذلك عديت بالباء دون يشرب منها، وهذه من خصوصية النظم تسمى هذا من باب التضمين. يشرب أي يروى بها، فليس شربا لا يروي، لا واحد يحصل به الري. يفجرونها مفجريها بمعنى بقاد عين خاصة، بقدر ما تشرب بقدر ما تفور بقدر ما تخلف. وتعلمون أن الشاربين منها من خلق الله ممن نجا، والله تعالى ولكي لكم عليا ملؤها جنة ممتلئة، كما قالت في الحديث القدسي ولكي ليكم عليا ملؤها، ومع ذلك هذه العيون تفجر وتفجر. بمعنى عند كل احنا قل الايه اللي فيها التفجير والتسجير، واذا البحار فجرت، اذا البحار فجرت. قال العلم فاضت، معناه زاد منشوبها فأغرقت الوجود، وهذا فيه ما الآن ما يهدد الناس بالاحتباس الحراري وارتفاع منشوب البحر، نسأل الله العافية. وقيل فجرت اشتعلت نارا على أصل التفجير، كلهم واردين. فقولها فجرت بمعنى فاضت وارد في اللغة وفي لغة القرآن، فتقول يفجرونها كأنهم بها يفيضونها، كأنها تعلو، هذا لون جمالي لعين تشرب منها فترحب بك وتخلف. معنى لا تتصور لهذا المدد من الماء ولا مما تشرب منه نقصانا أبدا، لأنك في نعيم أبدي مقيم. هذه كله عنوانه النعيم الأبقى الأنقى الأرقى، الأبقى دواما في مدته والأرقى في لذته، هذا نعيم الجنة يختصر في هذه. وكم أخذني من القرآن، وللآخرة زيد خير وأبقى، خير في لذتها من لذات غيرها، وأبقى في مدتها من مدد الدنيا أو من المدد التي يمكن أن يتخيلها متخيل. فنعيم الجنة أبقى وأرقى، هذه ثانية في قواعد الضمير، هو عود الضمير إلى الأقرب وعود الضمائر المتعددة إلى مرجع واحد، ما يسمى بتوافق المرجع ما أمكن. فالحمل على تشتيت الضمائر وتوزيعها إلا إذا دعا داعي، كن خبنا أردت لك قلت إذا أمكن، فلا نقول يفجرها الملائكة ومن يذكر، فنردها إلى لم يسبق وهو مقدر، فنحتاج إلى تكلفات. فالأصل فيها هو أن نردها إلى معهد واحد. إذن في الضمائر إذا تعددت وأمكن إرجاعها إلى معهد واحد لتتسق تسق المرجع ويتلافى تشتيت الضمائر، هذا هو الأنسب في قاعدة الضمير. واضح؟ هذه تنفع المفسرة قواعد تابع ثم
نعم، مراعاة اللفظ. ومنهم من يستمع إليك حتى، ومنهم من يستمع، ومنهم زيد، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا. لو أجرينا على اللفظ الثاني لقال. إذن أجريت على اللفظ أولا ثم أجريت على المعنى، لأن من إذا عدت على لفظها كانت مفردة، وعدت على معناها كان جمع. وحط ولا لا؟ ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم. لو جعلنا كلها على اللفظ، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلبه. فهمت نقطة؟ فالإرجاء، فإذا سنة الضمير هنا إذا كان الأول فيه أن يعود على اللفظ، والثاني أن يعود على المعنى، جمعا بين الاعتبارين، اعتبار اللفظ مرة واعتبار المعنى مرة. هذا فيه عدل القرآن حتى في نسخ الخطاب. تابع. نعم، مثلا في قول الله مثل تسمى بمثال كان حقا يسقط، كان مثلا يمثل مثلا والنخلة، ها نخلة فيها نعيت بي على أنه مفرد مرة على أنه جنس مؤنث، فقيل كأنه أعجاز نخل خاوية، أخرى نخل منقعر، ما قالش منقعرة، نخل اسم جنس، فمرة يعتبره مفرد مذكر، ومرة يعتبره اسم جنس بمثابة جمع التأنيث فيؤنثه. فإذا هذا لا تنافي، معروف هذا في الاستعمال القرآني باسم الجنس، لأن نخل بمعنى النخيل، وهذا هو معنى، قالوا اسم الجنس أو اسم المصدر، اسم الجنس أو بمعنى الجمع، واسم المصدر بمعنى المصدر، إلا أنه لا ليس فيه حروف فعلية كما يقول. نعم سيدي، تابع. تعريف والتنكير، وهذه قاعدة فيها طول، ولكن مختصرها أن النكرة إذا أعيدت، النكرة إذا أعيدت فهي غير غالبا، الثانية غير الأولى، والمعرفة إذا أعيدت فهي عين الأولى غالبا، والنكرة إذا أعيدت معرفة وألفها للعاجز فهي عين الأولى تحديدا بدون أغلبية، وإذا تقدمت المعرفة وتأخرت النكرة والوجه الرابع من تقاليب في مثل مجيء نكرة المعرفة، هذه يتوقف فيها على القرائن، فمرة يحمل على أنها عين ومرة يحمل على أنها خير، والأمثلة واضحة على ذلك كثيرة، من أمثلتها سورة الشرح أو الانشراح، إن فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فكررت المعرفة اللي هي العسر فكانت هي الأولى، وكرر العسر نكرة فكان غير الأولى، فلذلك ورد في الأثر لأن غلب عسر يسرين، معنى المذكور في الآية عسراني ويسران، مذكور عسراني ويسران، لكن لما عددت الأولى معرفة كانت هي الأولى، بينما نكرت الثانية كانت غير الأولى، ولكن ليس دائما بل أغلبي وإلا فقد ينتقد بأدلة كثيرة. نكملوا بعد هذا الشيء، إذن فهمتم معنى هذه القاعدة؟ هذه مستثنيات عليها كثيرة، فلذلك قال العلم صحيح أنها أغلبية، فمثلا مما ينقض مسألة في باب التنكير قال الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا أعيد نكرة، والنكرة عندهم إذا أعيدت غير الأولى، وحاشا لله، والله أي المألوه في السماء المألوه في الأرض، فأنا صفه هو المألوه، فهمت نقطة؟ إذن هذه تنتقد عندهم بأشياء، ومن نقض العكس قال الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل، ثم قال من بعدها قرآنا عربيا، فعرفه أولا ثم نكره ثانيا وهو هو، فلا تدل على أنها غير لا في مقام التعريف، سبق التعريف، وتحتاج إلى تحرير دقيق، وممن علمت وحررها تحرير تاما بهاء الدين السبكي في كتاب الله نفيس اسمه عروس الأفراح، عروس الأفراح، هذا شرح فيه تلخيص للإمام القزويني رحمه الله، تلخيص البلاغ في علوم البلاغ ثلاثة، اللي هو مقتطف من المفتاح للسكاكي،
في هذاك تلخيص العلوم الثلاثة سماها التلخيص، إمام القزويني، ثم شرحت شروحا طويلة، شرحت في تزاني في مطول وفي مختصر، ثم شرحها هذا بهاء الدين ابن الشوكي، وليس تاج الدين، بهاء الدين الشوكي في عروس الأفراح، هو كتاب قيم بالنسبة لطلبة البلاغة. نعم تتابع قاعدة في الإفراد والجمع، تابع هذه في مقابلة في ذكر المفرد أو في مقابلة الإفراد بالإفراد والجمع بالجمع. قل أمثلة. هذه واحدة. كثير ما تجد القرآن يقول السماوات ويفرد الأرض، قد يفرد الأرض والسماء، هذا واضح، فيقابل فوق بتحت، وقد يجمع السماوات ويفرد الأرض. قال العلمي لماذا اختلوا المجمع الأرض؟ قال لأن الجمع فيه ثقل، أرضون فلا يتناسبون، خفة في باب القرآن، أرض أرض، والمفرد هنا أخف من الجمع. فحين أراد القرآن أن يذكرها بالنص لعلة خاصة، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولم يقل وأرضينا سبعا ومن الأرض مثلهن. وحار أهل العلم في هذه المثلية، هل هي في الذات أم في الصفة، ولهم بحوث كثيرة في هذا الباب. نقول إنها من غيب الأرض، ولله غيب السماوات وغيب الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بسمعنا وابصارنا وقوتنا بإذن ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين امين. الحمد لله رب العالمين.